بي. الراديو زمان وزمان، سحر الماضي. هنا القاهرة. كنت جاسوسا في إسرائيل. القصة الحقيقية لشاب مصري خدع المخابرات الإسرائيلية 20 عاما داخل إسرائيل. أعدها للإذاعة عبد الرحمن فهمي عن رواية صالح مرسي، برأفة الهجان، إخراج محمود يوسف. طائرة شركة العال رحلة رقم 370 القادمة من براغ تتأخر ساعتين عن موعدها. طائرة شركة العال رقم 370. ما دامت الطائرة ستتأخر فتعال إلى الكافيتيريا يا إلياهك، أريد فنجانا من القهوة. هيا بنا، فنعيد في حاجة إلى شراب منعش. الكافيتيريا شديدة للزحام يا إستر. من يشارك هذا السيد مائدته؟ هو يجلس وحده. تفضلي يا أنسة. اجلس يا إلياهو. آسفة يا سيدي. أنا الذي أعتذر يا أنسة، فقد دفعت حقيبة يدك دون قصد فسقطت على الأرض. لا تهتم يا سيدي، فأنا مصابة بمرض اسمه إسقاط حقيبتي على الأرض كلما جلست في مكان عام. مرض نفسي هكذا يقول خطيبي. بدلا من أن تضيع الوقت في الكلام مع الناس ساعديني في جمع أوراقك التي تناثرت. اسمح لي بمساعدتك يا سيدي حتى أكفر عن بعض خطائي. شكرا شكرا. ما هذا؟ ماذا يا سيدي؟ صورة من هذه؟ هذه صورتي مع خطيبي وأحد الأصدقاء. ولكن من يكون هذا الطبيب؟ ألا ترى يا سيد أنك تسأل أسئلة غير لائقة؟ هذا الرجل الذي يقف على يمينك يا أنسة، أليس اسمه رأفة الهجان؟ ماذا؟ رأفة الهجان؟ نعم رأفة الهجان، أليس كذلك؟ هذا تجاوز لكل حد يا سيد، نحن لا نعرفك فلا سأنا لك بأصدقائنا. يبدو أنا للسيد صديقا يشبه ديفيد، ولعله افتقده فاشتاق إليه. تقولين اسمه ديفيد يا أنسة؟ نعم اسمه ديفيد شارل سمحون. هل أنت واثقة يا أنسة؟ نعم فإنني سكرتيرته وأعمل معه منذ أكثر من سنة. ديفيد شارل سمحون. شارل سمحون، هذا الاسم سمعته من قبل. أأنت من مصر يا سيدي؟ نعم. لابد إذن أنك سمعت اسم شارل سمحون هنا؟ تقصدين شارل سمحون المليونير السكندري المشهور؟ نعم وهذا ابنه واسمه ديفيد. ديفيد شارل سمحون. شكرا يا أنسة. ولكن متى هاجر من مصر؟ منذ سنة وبضعة شهور. أشكرك يا أنسة، أشكرك جدا. وأنت سكرتيرته أليس كذلك؟ يا سيد هذه الأسئلة ليس لك فيها أي حق. آسف يا سيدي، آسف جدا. ولكن سؤال أخير. لو سمحت لي يا أنسة. نعم. ماذا يعمل ديفيد شارل سمحون هذا؟ أقصد ما مهنته؟ صاحب شركة سمحون للسياحة. شكرا 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 يا أنسة. شكرا جزيلا. شكرا يا سيدي شكرا. وآسف جدا لهذا الإزعاج. المهم أن تكون قد تأكدت أنه ليس صديقك الذي ظننته، وأن الأمر مجرد تشابه. طبعا طبعا يا أنسة، طبعا تشابه شديد شديد جدا. جرسو الحساب من فضلك. تفضل احتفظ بالباقي. والآن اسمح لي بالانصراف وأكرر اعتذاري عن كل ما سببته لكما من إزعاج. لا بأس يا سيدي. رجل لا يطاق، لم أرى أثقل منه ظلا. أرأيت التراب عندما رأى الصورة؟ لابد أن التشابه شديد بين ديفيد وبين صاحبه. ماذا كان اسمه؟ اسم عربي معقد، شيء مثل هاجان هاجانا. الهاجانا، لنسميه الهاجانا، سيضحك ديفيد كثيرا عندما يعرف أنه من الهجانة. من فضلك أريد أن أقابل أي مسؤول كبير في الموساد. اسمي داود زكي وعندي معلومات عن جاسوس مصري موجود الآن في إسرائيل. ها هو يا إياه ديفيد. هلو يا أستاذ،
هلو الياهو. مرحبا ديفيد، رحلة سعيدة وعودة أسعد إلى أرض الأجداد. شكرا. أين سيارتك؟ أمام المطار، ولكن ما كل هذه الحقائب؟ أنت تحتاج إلى لوري لا إلى سيارة صغيرة مثل سيارتي. احمل هذه الحقيبة عني يا الياهو، فكل ما فيها هدايا لك أنت وإسر. هل استمتعت برحلتك؟ نقصها الشوق لكما، بالدليل أن لونك مخطوف. خطفته حسنوات فراق. هل هن أجمل منا يا بيبي؟ ضحكته فيها الجواب يا عزيزتي. تستحق هذه الضحكة أن نعقد لك جلسة محاكمة. يا أحبائي يا أحبائي الأعزاء، أجلوا الحساب والمحاكمة حتى تفتحوا الحقائب وتستلموا الهدايا، فربما، أقول ربما فقط، ألقى منكم حينئذ شيئا من الرحمة. سنؤجل المحاكمة إذن حتى نلتقي عند سيرين الليلة. ها هي السيارة، اركب. آسف لاستدعائك من مكتبك على هذه الصورة المفاجئة يا يوسف، ولكني بعد أن سمعت ما قاله هذا الفتى عن ديفيد سمحون قلت هذه قضية لا يتولاها غير يوسف الأسرع. أحسنت في استدعائي. أين هو؟ في المكتب المجاور. سأذهب إليه وأتحدث معه. افتح جهاز التصنف لتسجل الحديث الذي سيدور بيننا. سلام. سلام. تفضل تفضل، اجلس على هذا المقعد أمامي. ما اسمك؟ زكي داود. من مصر؟ نعم. عرفت ديفيد تشارلز سمحون فينا؟ عرفته، ولكن باسمي رأفت الهجان، وأنا متأكد أنه ليس ابن المليونير شارلي سمحون. لماذا؟ في أسباب كثيرة، أولها أن اسمه رأفت علي سليمان الهجان، فهو مسلم ولا يمكن أن يكون ابن شارلي سمحون اليهودي. وما هي الأسباب الأخرى؟ مثلا عندما عرفته كان يسكن في غرفة حقيرة على سقف أحد البيوت القديمة في دولاق، ومن المستحيل أن يعيش ابن أحد المليونيرات مثل هذه الحياة البائسة مهما كان أبوه غاضبا عليه. عندك أسباب أخرى؟ نعم، رأفة الهجان عندما عرفته كان نصابا، حتى أنا نصب علي وسرق مني 200 جنيه. هل يمكن أن يتدنى ابن مليونير إلى هذا المستوى؟ أترك لنا الإجابة على هذا السؤال. قل لي، كيف عرفت رأفة الهجان هذا؟ ومتى؟ وإلى أي حد وصلت العلاقة بينكما؟ عرفته من حوالي 2 سنين. تقابلنا لأول مرة في نادي سباق الخيل. كان يقف بجانبي ويتابع السباق متحمسا، وعرفت أنه راهن على نفس الجواد الذي رهنت عليه. فلما خسر الجواد السباق تحدثنا وواثى كل منا الآخر، ثم خرجنا معا إلى أحد المقاهي، ومن ساعتها أصبحنا أصدقاء وكنا نلتقي كل يوم تقريبا. وماذا كان يعمل أيامها؟ كان عاطلا مثلي، وكنا نحصل على طعامنا مما نربحه من زبائن القهوة في لعبة الطاولة. زرته في بيته؟ زرته كثيرا. كانت القهوة في شارع فؤاد بالقرب من مسكنه في بولاق، فكثيرا ما كنا نقضي بعد الظهر معا في بيته. هل لاحظت أن له نشاطا مريبا؟ ماذا تقصد يا سيدي بالنشاط المريب؟ أقصد أشخاص مشبوهين كانوا يتصلون به، أو تصرفات غامضة لم تستطع أن تفسرها. من ناحية الأشخاص لا أحد، كان يعيش تقريبا في عزلة، مع أنه يكسب عيشه من لعب الطاولة على القهوة كما تقول. نعم يا سيدي، ولكن في خارج القهوة لم يكن له حياة اجتماعية، كان كالقط البري لا يألف الناس ولا يألفونه، حتى أن صداقتي به كانت شيئا شاذا. حسنا، هل كانت له تصرفات غامضة؟ نعم. مثل اختفائه أحيانا يومين أو 3، لا يدري أحد أين هو، ثم يظهر فجأة في القهوة دون أن يفسر لأحد سر اختفائه. حسن حسن، قلت لي إنه سرق منك 200 جنيه، ها؟ كيف؟ ذهبنا إلى السباق لنلعب، فاقترح علي أن نشترك في تذكرة واحدة، فإذا خسرت خسر كل منا نصف ثمنها، وهو مبلغ يمكن احتمال ضياعه، وإذا ربحت تقسمنا الأرباح لكل منا النصف. وبعد؟ ربحت التذكرة المشتركة، ربحت 400 جنيه، وكانت التذكرة معه، فذهب ليصرف الأرباح ولم يعد، أخذ نصيبي واختفى ولم أره بعدها. وهذه هي 200 جنيه التي تقول إنه سرقها منك؟ نعم.
وهل رأيته في تل أبيب؟ رأيت صورته، كنت جالسا في كافيتيريا المطار عندما كان. وماذا كنت تعمل في كافيتيريا المطار؟ أبحث عن بعض المال. أي كما يقولون في مصر بتلقط رزقك. جنابك بتتكلم عربي؟ أحيانا. معنى هذا أنك بلا عمل الآن؟ ليس تماما، ففي المطار كثيرا ما أجد مسافرين أقدم لهم بعض الخدمات. مثل الخدمة التي تقدمها لنا الآن. جنابك كلك نظر طبعا. سننظر في أمر مكافأتك إذا ثبتت لنا صحة اتهامك. ثق يا سيدي أنها صحيحة تماما. ديفيد تشارلي سمحون هذا هو رأفة الهجان 100%. كيف تتأكد وأنت لم تره يا زكي؟ أنت رأيت مجرد صورة، وربما كانت شبه. سيدي أنا واثق مما أقول ومستعد لمواجهتك. سنفعل هذا من غير شك، ولكن فيما بعد. أما الآن فاترك لنا عنوانك وسنتصل بك عندما تتضح كل أبعاد الموقف. أنصرف يا سيدي. مع السلامة. ولكن ألا تعطيني دفعة تحت الحساب؟ قلت لك لا شيء قبل أن نتأكد من معلوماتك. كما تشاء يا سيدي، كما تشاء. هذا شيء، ولو سمعنا أنك حدثت أحدا بهذا الأمر، أي أحد على الإطلاق، فأنت تعرف ما تفعله الموساد بالخوان. حسن يا سيدي حسن. شالو. سجلت كل أقواله؟ كل شيء قاله حتى طلبه دفعة تحت الحساب. دعهم يفرغون هذا التسجيل على الورق، وافتح ملفا باسم رأفة الهجان، رأفة علي سليمان الهجان المعروف باسم ديفيد تشارلز سمحون. هل انتهيت إلى أنهما شخص واحد يا سيد يوسف؟ هذا ممكن، ممكن جدا، رغم أنه ابن شارلز سمحون بالتبني. تبني شارلز سمحون له كان في الشهرين الأخيرين له في مصر، فمن يعلم ماذا كان يفعل قبل هذا؟ التقارير التي عندنا من رجالنا في مصر تقول إنه كان يعمل لصالح قضيتنا. أنا لا أجزم بشيء حتى الآن، لا بد من أن ننتظر حتى تتجمع كل الخيوط بين أيدينا، وسوف نعمل في خطين متوازيين، أولهما وضع رقابة دقيقة حول ديفيد تشارلز سمحون، وثانيهما أن نجمع كل المعلومات الممكنة عن رأفة الهجان. عن طريق أوديت؟ ليس عندنا أصلح منها لهذه المهمة، فهي أول من قدمه إلينا. أرسل لها برقية باللاسلكي تنبهها إلى ما حدث، وتطلب منها التحري الدقيق عن المدعو رأفة الهجان. مش ممكن. معقول؟ معقول يا فندم كشف رأفة؟ الرسالة اللي بعتلها الأوديت بتقول كده. طب ازاي وليه؟ لازم خالف التعليمات اللي انت قايلها لي يا فندم. حتى لو كان خالف التعليمات ممكن يشك انه عميل لينا، لانه مش ممكن طبعا يعرفوا ان اسمه رأفت الهجان. اسحبوا من هناك قبل ما تبعت لهم اريد الرد ويمسكوه. لا لا لا، مش من رايي يا فندم. مش من رايك اننا نسحبه؟ معقول الكلام ده؟ انا درست ملف رأفت كويس، وعرفت من محسن ممتاز كل التفاصيل الخاصه بماضيه. وده يغير ايه انهم كشفوه؟ معلش اسمح لي سيادتك الاول ادرس خطه معينه قلبتها في دماغي، بعد كده هقول لك نعمل ايه. بس مش اكتر من 24 ساعه. هدايا رائعه، هدايا تليق حقا بابن المليونير شارلي سامحون. بالتبني من فضلك. او تتصور يا يوسف ان شارلي سامحون من الممكن أن يتبنى مثلك؟ لا بالتأكيد، إن ذوقه رفيع في اختيار من يتبناه. انتظروا انتظروا، أسمعتم أحدث نكتة؟ ديفيد من الهجنة. إن لم تصدقوا اسألوا إياه، فقد كان معي في المطار وسمع القصة. إذن أنت من الهجنة يا ديفيد ونحن لا نعلم. ولا أنا والله. لا تنكر، اسمك يدل أنك من الهجنة. اسمي؟ أي اسم؟ ديفيد أم ليفي؟ ولكن يا أختي كيف يكون من الهجنة وهو لم يحضر إلى إسرائيل إلا منذ سنة ونصف؟ كان من الهجنة وهو في مصر. أرعيت من نفسك؟ أنا شخصيا لا أجد في كل ما قلت حتى الآن شيئا مفهوما حتى يمكن أن أعتبره نكتة.
اسمع اذا ما حدث. عندما كنا ننتظرك في المطار انا واياه راى احد الاشخاص صورتك معي فقال انك لست ديفيد وان اسمك الحقيقي هو هاجان شيء من هذا القبيل لا اذكره. الهجان؟ بالضبط بالضبط هجان. ماذا قبل هجان؟ رأفة الهجان. تماما رأفة الهجان هذا هو الاسم الذي قاله الرجل وأصر على أن هذا هو اسمك حتى كاد إياه أن يضربه. معك حق ديفيد من أخلص الشبان القضية الصهيونية فكيف نقبل أن ينسبه أحد إلى المسلمين؟ لا 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 هذه إهانة لنا جميعا. وكيف عرفت يا يوسف أن رأفة الهجان مسلم؟ ها؟ طبعا طبعا لابد أن يكون مسلما. رأفة والهجان لابد أن يكون مسلما. أبدا عندما كنت في مصر كان من بين جيراننا اليهود في شبرا أولاد كثيرون اسمهم رأفة أما الهجان هذه فيمكن أن تكون اسما لأي شخص من أي دين. كنت أقصد في الغالب إنه مسلم أو هذا ما تبادر إلى ظني. لا 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 يا يوسف رأفة الهجان يمكن أن يكون اسما ليهودي أو مسيحي إلا إذا كان هناك اسم ثالث بينهما مثل علي أي أن الاسم الكامل هو رأفة علي سليمان الهجان. مثلا هذا ما كنت أقصده فعلا. أنتم تناقشون المسألة بجدية غير طبيعية حتى كنت أنسى أن أسأل ديفيد أهم سؤال كيف عرفت أن الرجل قال إن اسمك رأفة الهجان؟ نعم كيف عرفت؟ لابد أن الرجل قابلك زارك في الشركة مثلا. لا شيء مما تظنون عرفت الاسم لأنه اسمي فعلا رأفة علي سليمان الهجان. لقد كنت أعيش في مصر بخمسة أسماء. بخمسة أسماء؟ ليس من بينها اسم ديفيد. ما قول هذا؟ اسأل يوسف الأزرع أليس كذلك يا يوسف؟ فعلا كان ديفيد قبل أن يتبنه شارل سمحون له خمسة أسماء وخمس باسبورتات. يا ابني الإيه ده أنت كنت فتح مصلحة جوازات لحسابك. لا يا سيرينا لا تعودي لاستعمال هذه اللغة التي لا أعرفها. أؤكد لك أنها لا تغازلني. حتى لو غازلت فلا ينبغي أن تغضب إستر هي تحب ديفيد شارل سمحون وأنا أغازل رأفة الهجان هي واحد وأنا واحد. معنى هذا أنك تسمحين له بأن يحب ست نساء كل واحدة بس. ومن باب العلم بالشيء يا جماعة لابد أن يقول لنا ديفيد بقية الأسماء. تقصد من باب الاحتياط يا يوسف. احتياط أو علم بالشيء لا يهم المهم أن أعرف كل الأسماء حتى لا أفاجأ بأكثر من خمس منافسات. اكتبي إذن حتى لا تنسي رأفة علي سليمان الهجان هذا واحد عادل مرقص سدهم اثنان ليفي كوهين ثلاثة حسن ومرقص وكوهين. قالها لي ضابط المباحث في مصر عندما عثر معي على الخمس باسبورتات. دعنا مما قاله ضابط المباحث ما هي بقية الأسماء؟ قلت ثلاثة والباقي اثنان. دانييل مارتان أربعة. فرنسي أيضا وأمريكي وهو الخامس جون برات هذا طبعا غير اسم ديفيد شارل سمحون الذي تعرفونه. يا ابنة ايه عصبة أمم يا مفتري. نسيت هناك اسم سادس هام جدا لأنه الاسم الذي قدمتني به النيابة في مصر للمحاكمة أحمد العليلي. أصبحوا ستة. وهناك اسم سابع نسيته يا ديفيد جون دارلينج. لا يا يوسف أنا لم أستعمل هذا الاسم المباحث في مصر هي التي أطلقت. في شبابي كان هناك نجم سينما أمريكي اسمه ذو الألف وجه وأنت الآن ذو الألف اسم. أظن أن الجلسة هنا أصبحت ثقيلة الدم قوم يا إستر نلعب بوكر في صالة القمار هيا. ما لك يا يوسف؟ ماذا تقولين؟ وشارد الذهن أيضا هذا الفتى حيرني بأسمائه السبع؟ لا ليست هذه هي المشكلة فقد كنت أعرف أنه عاش بأسماء كثيرة قبل أن يتبناه شارل سمحون. عرفت ما يحيرك يا عزيز أنت تتساءل الآن ما اسمه الحقيقي بين هذه الأسماء السبعة أليس كذلك؟ اسمه الحقيقي ياكوف بن يمين حنانيا. اسم ثامن. هذا الفتى ينافس دفتر التليفون. قم يا يوسف قم ألا تريد أن تلعب البوكر؟ بوكر؟
لا 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 لا، لست صافي الذهن الليلة للبوكر. أمامك إذن زجاجة الخمر، فسلي نفسك بينما أكسب أنا بعض الشكلات. يا ديفيد، ألم تبدأ اللعبة بعد؟ ماذا تنتظر؟ سأنضم إليكم بعد لحظات، إنني أناقش موضوعا هاما مع دان. ألوف مشني دان رابينوفيتش، الممثل الشخصي لجيش الدفاع في صالون المتواضع. لا تزجي بجيش الدفاع الإسرائيلي في مزاحك يا سيدي. آسفة، أعتذر يا دان. لمن تدق الأجراس؟ للأبطال. سيرينا لا تأخذ شيئا ما أخذ الجدي أبدا يا دان. حسنا، كنت تقول إنك تريد أن تشاركني نشاطي السياحي، فما رأس المال الذي تحب أن تساهم به؟ مكانتي. نعم، مكانتي، اتصالاتي، قدرتي على تسهيل أمورك مع المسؤولين. ألا يوازي كل هذا نسبة في رأس المال؟ أنا لا أنكر أن لمكانتك واتصالاتك قيمتها الكبيرة، ولكن الأمور لا تؤخذ بهذه البساطة يا دان. فما رأيك في أن تمر علي غدا بمكتبي لنناقش المسألة بالتفصيل؟ ولماذا لا نناقشها الآن يا ديفيد؟ أنا أعرض عليك عرضا واضحا. هذا صحيح يا دان. ديفيد. نعم. تسمح بكلمة على انفراد؟ لحظة يا دان. ديفيد، معك 100 شيكل؟ طبعا يا إيزاك، محفظتي تحت أمرك. خسرت في البوكر مرة أخرى؟ خسرت آخر ما في جيبي، حتى فكرت في أن أرهن ساعة يدي قبل حضورك. لا ترهن شيئا يا إيزاك وأنا موجود، عيب. تفضل، أو تريد مبلغا أكبر؟ تكفيني هذه 100 الآن. بكم أنا مدين لك؟ أتظنني أذكر يا رجل؟ على كل حال الإيصالات موجودة، تعال غدا إلى مكتبي لنراجع الإيصالات فتعرف كم بلغت ديونك. لا أهمية للأمر، فلن أدفع الآن، كان مجرد سؤال للاطمئنان. عد إذن إلى المائدة لتسترد خسارتك، ودع حديث الدين حتى تتمكن من السداد. حسن يا دان، أين توقفنا في الحديث؟ ماذا كان إيزاك بن عميتاي يريد منك؟ دان، ليس من حقك الاطلاع على أسراري قبل أن نوقع عقد الشركة. وافقت إذن على الموضوع؟ حتى لو وافقت فالمسألة لا تعتبر منتهية، إن لي شريكا آخر لابد من موافقته. جدعون؟ نعم، جدعون بن شبتاي، فإذا مررت بي غدا في المكتب وناقشنا الأمر بالتفصيل فإن هذا سيكون أفضل. ولما لا نناقشه الآن يا ديفيد؟ وهل جئت الليلة لأتحدث في العمل؟ هيا يا رجل هيا، قم ننضم إلى المقامرين ولنرجئ حديث العمل إلى الغد. لو رأيتني وهو يعترف أمامي ببساطة بأن اسمه فعلا رأفت الهجان لقد كدت أفقد الوعي. لماذا يا يوسف؟ اعترافه هذا ينهي المشكلة بل يزيدها تعقيدا. لست معك في هذا. ديفيد شارل سمحون عاش في مصر بخمسة أسماء، وزكي داود عرفه بواحد من هذه الأسماء. انتهت المشكلة إذن؟ على العكس، ها هو ملفه أمامي، انظر ماذا يقول. في سنة 37 هاجر مع أبيه بنيامين حنانيا إلى المغرب. استقرت الأسرة في ليبيا. تشردت الأسرة ومات الأب والأم على أيدي النازيين. هرب ياكوف من النازيين وانقطعت أخباره. لا أجد في كل هذه التفصيلات ما يعقد المسألة كما تقول. انتظر انتظر، اسمع اسمع. هذه الفقرة، قبض عليه الإنجليز على الحدود الليبية المصرية وهو يحاول الهرب من ليبيا إلى مصر. زعم لهم أن اسمه ليفي كوهين وأنه جاء هاربا من مصر إلى ليبيا. الهدف من هذا الزعم ألا يكتشفوا أنه هو ياكوف بن يمين حنانيا المكافح الصهيوني والمطلوب القبض عليه لمهاجمة الجنود الإنجليز في ليبيا. رحلوه إلى مصر فقابل أفرايم سولومون في سجن الحضرة. كل هذا أعرفه، فماذا تريد أن تقول بالتحديد؟ أريد أن أقول إذا كان قد التقى بأفرايم بعد ترحيله من ليبيا فكيف التقى بزكي داود في مصر قبل هذا الوقت بسنة؟ وكيف كان يسكن في بولاق باسم رأفة الهجان؟ أرأيت؟
تريد أن تقول إن هناك تعارضا بين ما في التقرير وبين ما قاله زكي داود؟ نعم، التقرير يقول إنه كان في ليبيا من سنة 37 حتى سنة 54 وزكي داود يقول إنه عرفه في مصر سنة 53 باسم رأفت الهجان. معنى هذا أن أحدهما كاذب؟ وبما أن ديفيد اعترف الليلة أمامي بأنه فعلا قابل زكي داود في مصر باسم رأفت الهجان، فالتقرير هو الكاذب وزكي داود هو الصادق. بالضبط، عرفت الآن لماذا زاد اعترافه المشكلة تعقيدا؟ انتظر، فهناك حقائق أخرى ينبغي ألا نسقطها من حسابنا. مثل؟ أولا، سعد صروف كان صديقا لبنيامين حنانيا قبل أن يهاجر إلى ليبيا، وقد قابل ديفيد وتعرف على ياكوف ابن بنيامين حنانيا. نعم. ثانيا، شارل سمحون تبناه، ومن المستحيل أن يقدم شارل على مثل هذه الخطوة إلا إذا كان واثقا تماما من أنه يهودي، وإذا كان يهودي فقد سقط أي احتمال لأن يكون اسم رأفت علي سليمان الهجان هو اسمه الحقيقي. كل الحجج التي ذكرتها مبنية على آراء شخصية، والأشخاص يمكن أن يخطئوا، بمعنى أنه من الممكن أن يكون سعد صروف قد أخطأ في التعرف على ابن بنيامين حنانيا، خصوصا أنه رآه لآخر مرة قبل 15 عاما وكان في 17 كذلك من الممكن أن يخطئ شارل سمحون فيظن أنه يهودي مع أنه ليس كذلك. أليس كذلك؟ نعم. هي آراء تحتمل الخطأ والصواب كما ترى. أما مقابلته لزكي داود سنة 53 فهي ليست رأيا بل واقعا حقيقيا، هو نفسه اعترف به أمامي. اعترف بأنه كان يعيش في مصر باسم رأفت الهجان؟ نعم، اعترف بأنه كان يعيش في مصر باسم رأفت الهجان، لكنه لم يعترف بأنه قابل زكي داود. لا فرق، المهم أنه اعترف بأنه كان يعيش في مصر باسم رأفت الهجان سنة 53. بل هناك فرق هام يا يوسف. كيف؟ هو اعترف باستعمال اسم رأفت الهجان ولم يحدد السنة. أما زكي داود فقد حدد سنة 53 لمقابلة رأفت الهجان، فهناك احتمال الخطأ في التاريخ. نعم، خصوصا أن تحديد الوقائع بمجرد ذكر السنة ليس تحديدا قاطعا. بمعنى أن الحديث عن سنة 53 بصورة عامة يمكن أن يكون ديسمبر 53 أو أوائل يناير 54 والعكس صحيح. تعني أن من المحتمل أن يكون زكي داود قابله في أوائل 54 بعد أن رحله الإنجليز إلى مصر؟ نعم، وقد خانت زكي داود ذاكرته، والشهور المتقاربة من الممكن أن يحدث عنها هذا الخطأ، خصوصا أن ديفيد قد اعترف بأن رأفت الهجان أحد الأسماء التي استعملها فعلا، ولو كان هذا اسمه الحقيقي لما اعترف به بهذه البساطة التي صورتها لي. إن هذا يعني شنقة، وهذا هو ما حيرني حتى كاد يغمى علي كما قلت لك. ولو وضعنا كل هذا في اعتبارنا لأصبح حديث زكي داود غير قاطع الدلالة، ولكن من المتحتم علينا أن ننتهي إلى رأي قاطع. طبعا، ولهذا أقترح أن نطلب من أوديت أن تعيد التحري عن ياكوف بنيامين حنانيا، بل عن رأفت الهجان. فالتحريات عن ياكوف بنيامين حنانيا كاملة، إنما تنقصنا المعلومات عن رأفت الهجان، ولهذا أرى أن نعيد سؤال زكي داود لنحصل منه على بيانات مفصلة عن رأفت الهجان، ثم نطلب من أوديت التحري عنها في مصر. شالوم ديفيد. شالوم دان، جئت في الموعد تماما، وهذا دليل على اهتمامي الشديد بمشاركتك. هذا واضح، وقد أخذته في اعتباري وأنا أفكر في الموضوع كله صباح اليوم. فأرجو إذن أن تكون قد اقتنعت. نعم، اقتنعت بشيء واحد، وهو أنك تضع نفسك في مأزق لا أحبه لك. مأزق؟ نعم، أنسيت رتبتك الكبيرة في الجيش يا دان؟ كيف أنساها وهي رأس مالي الذي أقدمه للشركة؟ وهنا المشكلة، ولولا أنك رجل طيب وواضح مع نفسك لما غاب عنك ما تجر هذه المشاركة عليك من متاعب. تقصد استغلال النفوذ؟ لا يا ديفيد، كل القادة الكبار هنا
يسهمون في أعمال تجارية ورأس مالهم هو نفوذهم فقط. دعنا من الآخرين يا دان، الأخطاء التي يرتكبونها ليست مبررة لنا لكي نخطئ، ولنتكلم في صراحة يا دان. لماذا تريد أن تشاركني في هذا المكتب؟ من حقي أن أعمل على زيادة دخلي. لأن المرتب الذي يدفعه لك الجيش لا يكفي لتلبية طلبات كلارا الجميلة. في الواقع أن أنا أتكلم بصراحة يا دان، رجل يتكلم مع رجل، فلا داعي للحرج. كلارا جميلة، بل كانت ملكة جمال حسب ما سمعت. نعم، ملكة جمال إيطاليا، وهي شابة على الأقل بالنسبة لك. إنها في سن ابنتي يا ديفيد، لو تزوجت في شبابي لأنجبت فتاة في مثل سنها، ثم تحدثني عن استغلال النفوذ؟ ألا ترى مأساتي؟ بل أرى أنك تبالغ في تضخيمها. كلارا شابة وتريد أن تعيش، من حقها أن تعيش وتستمتع بكل ما في الحياة من مسرات وبهجة، هذا حقها الذي يكفله لها جمالها، وأنا لا أملك غير مرتب الضئيل، فكيف؟ كيف تقول إنني أضخم المأساة؟ هل تتصور أنني أرضى لها بهذا الحرمان؟ وإذا رضيت فهل ترضى هي؟ وهل أستطيع بسني الكبير ومرتبي الضئيل أن أمنعها من الحصول على مسرات الحياة من أي سبيل؟ لا لا يا ديفيد، لا، أنت لا تعرف الجحيم الذي أعيش فيه. ما زلت عند رأيي يا دان، هناك مأساة بغير شك، ولكنها ليست بالضخامة التي تتصورها. ولكن لا تقاطعني أرجوك، دعني أوضح لك وجهة نظري. مباهج الحياة حق لكلارا، وأنت تحس بأنك لا تستطيع أن تقدم لها هذه المباهج لسببين: أولهما سنك، وثانيهما ضآلة مرتبك. حسنا، لنستبعد مسألة السن مؤقتا. كيف تستبعدها يا ديفيد؟ ألا ترى الشبان الذين يتحلقون حولها في كل مكان تذهب إليه؟ هؤلاء الشبان كانوا يحيطون بها عندما اختارتك لتتزوجك، ألا يدل اختيارها هذا على أنها تحبك وتفضلك على الشبان رغم سنك؟ وهذا ما يؤرقني يا ديفيد، كيف أرد لها هذا الجميل؟ كيف أكافئها على هذا الحب الذي لا أستحقه؟ لو كنت لا تستحقه لما منحته لك، وإذا كان يؤرقك فليس معنى هذا أن تنكره. كلارا تحبك، هذه حقيقة، فلا داعي لأن تشغل نفسك بالغيرة عليها أو بالخوف من أن يغريها الشبان الذين يطاردونها. منطقك سليم، لا أستطيع أن أهدمه، ولكن دع لكن هذه الآن، وتعال نناقش النقطة الثانية وهي ضآلة مرتبك، وهي النقطة الأساسية التي لا يهدمها المنطق. دخلي ضئيل ومطالب كلارا كثيرة، فماذا أفعل؟ لست مطالبا بأن تفعل شيئا، هناك من يستطيع أن يفعل خيرا منك. من؟ الزمن. ماذا؟ الزمن؟ أي زمن بحق الرب؟ الزمن الذي يعالج كل الأزمات ويأسو كل الجراح. أنت تحسن الشعر أيضا، كنت أظنك رجل أعمال فحسب. مواهبي أكثر مما تتصور يا دان، على أن حديثي عن الزمن ليس حلما من أحلام الشعراء، ولكنه نتيجة لخبرة ومعاناة طويلتين. حسن، وكيف تتصور أن يحل الزمن مشكلتي؟ كلما تقدمت كلارا في السن قلت مطالبها، وكلما تقدمت أنت في السن زاد مرتبك، حتى يأتي يوم تتعادل فيه مطالب كلارا مع مرتبك. هذا كلام يا ديفيد، هل تنكره؟ النتيجة لا يمكن إنكارها، فمن الطبيعي أن تقل مطالب كلارا وأن يزيد مرتبي مع الزمن، ولكن مشكلتها هي ماذا تفعل خلال هذه السنين الطويلة التي لابد أن تمر حتى تتحقق النتيجة. تماما، ماذا أفعل غدا مثلا وكلارا تريد أن أشتري لها ثوبا ثمنه 70 شكلا؟ هل أقول لها انتظري حتى تصبحي عجوزا؟ ولا يكون من حقك أن تلبسي هذا الثوب؟ كلا كلا يا دهن، الأمر لا يحتاج إلى هذه النصيحة المخيفة، فالحل بسيط وسهل. وما هو؟ هو هذا.
هذه 100 شيكل قرض مني، اشتري لها الثوب الذي تريده مع بقية الإكسسوار المناسب. ما رأيك؟ أليس هذا حلا سهل؟ لكني لم أتعود على الاقتراض يا ديفيد. لم يخلق إنسان متعودا على الاقتراض يا دان. ولكنني لن أستطيع التسديد في أول هذا الشهر. وهل طلبتك بالتسديد في أول الشهر؟ خذ يا دان، نحن أصدقاء قبل كل شيء، وإذا لم ينفع الصديق صديقه في مثل هذه الأزمات فما معنى الصداقة إذن؟ هذه هي كل المعلومات التي أعرفها عن رأفة الهجان يا سيدي. ها، هل تكفي؟ تكفي تماما يا زكي، وأشكرك عليها، ولكن هناك خدمة أخرى أدعوك إلى أن تقدمها للوطن، خدمة قد تكلفك تعبا، ولكننا سندفع لك في مقابل هذا التعب. كم؟ سندفع ما يكفيك، فضلا عن أنك ستربح من مصدر آخر. أي مصدر يا سيدي؟ ستعرف كل شيء بعد أن توافق على القيام بهذه الخدمة. موافق يا سيدي؟ هل تحب أن أوقع لك بموافقة؟ لا داعي للتوقيع، فأنا راض بكلمتي. فما هي هذه الخدمة المأجورة يا سيدي؟ ديفيد شارل سمحون اعترف بأنه كان يتسمى في مصر باسم رأفة الهجان، وبالتالي فلن ينكر أنه كان يعرفك هناك. ها، معنى هذا يا سيدي أنه سيرد إلي 200 جنيه التي سرقها مني وهرب. هذا أمر غير مستبعد، على أن 200 جنيه ليست هي المبلغ الذي قلت لك إنك ستربحه، فهناك مبالغ أخرى في انتظارك. أنا مستعد لكل ما تطلبه مني يا سيدي. فاسمع إذن ما ينبغي عليك أن تفعل. شالوم يا أنسة. شالوم. من أنت؟ تذكرينني؟ طبعا، هل ينسى أحد إصرارك على أن السيد ديفيد شارل سمحون هو ماذا كان الاسم الذي قلته؟ رأفت الهجان يا أنسة. تماما، رأفت الهجان. حسن، ماذا أستطيع أن أقدم لك يا ما اسمك؟ زكي داود يا أنسة. حسن يا زكي، ماذا أستطيع أن أفعل لك؟ أريد أن أقابل السيد ديفيد شارل سمحون. أعتقد أنه هو أيضا يريد أن يقابلك، ولكن معه زائر، فهل تتفضل بالانتظار حتى يخرج؟ أنتظر بكل سرور، ولكن بعد أن أطمئن إلى أنه سيقابلني. أما إذا رفض فلا معنى لتضييع الوقت. ولماذا تخاف أن يرفض مقابلتك؟ لأسباب خاصة أرجو أن تعفيني من ذكرها. كل ما أرجوه هو أن تخبريه بوجودي، فإذا وافق على استقبالي فسوف أنتظر. حسن، كما تشاء. معذرة يا سيد يوسف. ديفيد، الرجل الذي كان يعرفك في مصر يريد مقابلتك. هذا الذي عرفك باسم رأفة الهجان، أدخله فورا، فأنا مشتاق لرؤيته. الأفضل أن ينتظر حتى ننتهي من حديثنا يا يوسف. إستر، ولماذا يا رجل؟ لماذا؟ قلت لك إنني أريد أن أراه، ها؟ إلا إذا كان في ماضيك معه أشياء تخشى أن يكشفها أمامي. والله لو بحثنا في ماضيك أنت أيام كنت في السكاكين لوجدناك حرامي غسيل. أدخلي يا إستر. بل انتظري، ما اسمه؟ زكي داود. لا أذكره، ولكن لا يهم، أدخليه. تفضل. شالوم. مين؟ هو أنت؟ بالحظ يا أبو زيك. يخرب عقلك. كويس أنك فاكرني يا رأفة. إلا فاكرك، حد ينسى أيام الصياعة أبو زيك؟ تعال، ده أنا صعت مع الجدع ده يا يوسف صياعة. ما هو باين يا حبيبي، حتقول لي؟ الله، هو مس يوسف بيعرف عربي؟ أهو كده انكشفت لعبتكو يا ملاعين. انت اتغريت في شكله، يلا فاكر خواجة ده من مقاطع السكاكين يا ابو الزيك. الله، لما تعرفوا بعض يا اخويا قلت لي ليه قبل كده انك نفسك تشوفه؟ يعني انا
أنا الحقيقة يعني لا 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 يا زكي، أنا كمان فاكرك، بس لما السكرتيرة قالت لي اسمك ما جاش في بالي إنه أنت يا ديفيد. زكي ده ينفعك في المطار كويس قوي، ده شهل لي حاجات في المطار ما كنتش أقدر أخلصها من غيره. حلو ملعوبة. أنت بتشتغل في المطار شغل الثلاث ورقات يلا يا أبو زيك. طب يا أخي مش كنت تقول لي من بدري؟ ده أنا بتزنق كتير وأنا مسافر. إنما الأول قول لي تشرب إيه؟ أي حاجة أي حاجة. ايه رايك يا ابو زيك في شاي كشري يفكرنا بايام الصياعه في القهاوي؟ ازاك عارف الشاي الكشري اللي علمته لك؟ عاوزين ثلاثة زيه. سلامات يا ابو زيك. الله يسلمك يا يا ميسيو ديفيد. يا سلام على الدنيا، انا والجدع ده يوسف كنا بنعمل عمايل، كنا نتفق على الزبون من دول في القهوه ونستلمه في الطاوله، المرسي بساغ والقهم بتعريف، وخد عندك هو دور وانا دور لحد ما نشطر على اللي في جيبه. فاكر الايام دي هذا زكي؟ طبعا طبعا يا مستر ديفيد، دي ايام ما تتنسيش. والحقيقه انا محرج. محرج؟ محرج من ايه يا زكي؟ ده احنا اخوات. يالا هو في حرج بين الاخوات؟ اتكلم قول قول. فاكر جنابك لما كنا بنروح السبق سوا؟ طبعا فكرتني. انا مره لطشت منك مبلغ كده، فاكره كام؟ 200 جنيه. بتهيألي زعلت مني، معلش اصل كنت مزنوق فيهم بصراحه. استر هاتي من الخزنه في مبلغ من الشيكولات يعادل 200 جنيه مصري. حاضر. اظن كده نبقى خلصين يا ابو زيه، ولا عاوز فوائد عليهم؟ والله اللي تشوفه جنابك يعني. بس انا بستغرب لحاجه يا ديفيد، ازاي كنت عايش بالنصب وانت؟ اوعى تقول ان انا ابن شارل سمحون، ما انت عارف البير وغطاه. ايوه بس من غير ما تكون ابن شارل سمحون، المفروض انك ما عشتش في مصر قبل سنه 54. امتى امال كنت عايش عيشه الثلاث ورقات اللي عرفت زكي بسببها؟ هو ده المطب اللي نفسك توقعني فيه يا يوسف، انما ده بعينك اروح امك. كان سنة كام يا زكي لما تقابلنا؟ بتهيألي سنة 51 أو 52 بقى، فاكر؟ سنة 53 يا مسيو ديفيد. فعلا صح، سنة ما كنت ساكن في بولاق، فعلا 53. بس أنت ما رجعتش مصر قبل 54 يا ديفيد. مين اللي قالك الكلام الفاضي ده يا يوسف؟ أنا فهمت كده من كلامك. هتبقى فهمت غلط يا متر، إلا إذا إلا إذا كنت تقصد بقى رجوعي النهائي لمصر. انا فعلا رجعت مصر نهائي في 54، ولا جايز يمكن اخر 53 كمان، يوم الانجليز مسكوني على الحدود. افهم من كده انك كنت بتتنقل باستمرار بين مصر وليبيا؟ لا مش باستمرار، كنت كل ما احس ان الانجليز ضيقوا الحلقه عليا اهرب على مصر، اغطس هناك شهرين ثلاثه لحد ما الحاله تهدى وارجع تاني على ليبيا. انا زي ما قلت لك الحكايه دي قبل كده. المبلغ المطلوب مسيو ديفيد. شكرا يا استر، اعطيه لصديقي العزيز زكي. تفضل. أوامر أخرى مسيو ديفيد؟ شكرا يا عزيزتي. كده نبقى خلصين أبو زيك، ولا تحب أدفع لك فوائد؟ لا يعني أبدا. مفيش بين الأصحاب فوائد ولا إيه يا يوسف؟ مظبوط يا حبيبي مظبوط. بس أنا طالب من جنابك خدمة. أنت تؤمر أبو زيك؟ هو الحقيقة يعني أنا شغلي في المطار مش دايم، ومكسبي منه مش نافع، وكنت بقى يعني كنت بقى ايه؟ قول انت تؤمر. كنت بتعشم يعني ان جنابك تساعدني اشوف لك شغله دايما يعني. قوي عيني يا ابو زيك. يا مستر يوسف ما يلزمكش في مكتبك حد؟ ما يلزمنيش يعني يكتب مكنه، ينسخ قضايا، يمسك دفاتر. قلت لك ما يلزمنيش. ابو زيك ده كتله مواهب، خساره ما تستفدش منه. ما تستفيد بيها انت، عينه عندك مش ليك شركة اهو. هي اللعبة كده بقى. زكي ما تتضايقش يعني لو قلتلك تشتغل عندي. لا ابدا. ايه اللي يضايقني بس؟ مننا يعني كنا اصحاب وكنا بنلقط لقمتنا سوا، يمكن تتضايق انك تبقى موظف عندي ولا حاجة؟ ده شرف ليا يا مسيو ديفيد. يبقى اتفقنا يا سيدي، من بكرة تيجي تستلم عندي هنا في السكرتارية مع ايستر، موافق؟ ما يوافقش ازاي؟ طبعا موافق، مش كده يا زكي؟ ايوه اخويا. طب خلينا انت وهو علشان يتجسس عليا، انما وماله؟ انا مش هشتغل قبل سنتين، لو جدع بقى يبقى يمسك عليا حاجه، وعلى السنتين دول ما يفوتوا اكون خلصت منه. طيب يا ديفيد استاذن انا بقى. مع السلامه يا يوسف. مع السلامه يا حبيبي. هذا العين سيصيبني بالجنون، كل نظرياتي هدمها بسهوله وبساطه، كل ما بنيته من امل على المواجهه
بينه وبين زكي داود قد انهار. كان واضحا في كل شيء ومنطقيا في كل شيء. عينه لم تطرف عندما ذكرت له التناقض في التواريخ أبدا، لم تطرف على الإطلاق. إنه بريء يا يوسف. لا، إن وضوح كل شيء فيه وضوح غير طبيعي، والمنطق الذي يفسر به كل شيء منطق غير منطقي. هو ذكي، ذكي جدا، ولكنني سأوقعه، سأوقعه رغم كل هذا الذكاء. ما دمت مصرا على أنه مدسوس علينا، فلماذا لا نقبض عليه؟ ها؟ نقبض على ابن شارل سمحون دون دليل قاطع؟ اسمع يا يوسف، أنا أخشى أن يكون إصرارك على اتهامه راجعا إلى حقدك عليه. أنا أحقد عليه؟ ولماذا بحق الرب؟ للطريقة التي عملك بها عندما طلبت منه أن يعمل معنا. لا 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 لا، هذا أمر قد مضى وانتهى، وأحمد الله على أنه رفض. تصور أنت مدى الأذى الذي كان سيوقعه بنا لو قبل العرض وعمل لحسابنا بينما هو جاسوس علينا. على كل حال، القضية قضيتك، فتصرف فيها كيف تشاء. قل لي، هل أرسلت المعلومات التي حصلنا عليها من زكي داود إلى أوديت؟ أرسلتها مساء أمس. أمامنا إذن طريقان للإيقاع به، تحريات أوديت عنه في مصر ورقابة زكي داود له في شركة السياحة. إن أفلت من واحدة فلا بد أن يقع في الثانية، لا بد أن يقع. أقسم بإله بني إسرائيل أن أوقع به. الرسالة اللي بعتوها لأوديت، شفت حل شفرتها؟ اللي بيحددولها فيها الأماكن اللي تسأل فيها عن رأفت. شفتها. من رأيي إن الأماكن دي هتساعدك أوي في تنفيذ خطتك. طبعا، وهتريحني جدا كمان. أولا، القهوة اللي في شارع فؤاد هيكون جرسونها واحد من رجالتنا، والبيت كمان اللي ساكن فيه بولاء هنحط لهم فيه 2 أو 3 من عندنا، وكلهم طبعا هيدوهم المعلومات بطريقة هتوجههم للفخ اللي موضبينه ليهم. مادموازيل شالوم. أنت مرة أخرى؟ شالوم، ما هذه الأناقة التي نزلت على رأسك فجأة؟ من فضلك يا أنيسة، لا مزاح أثناء العمل. أين الدفاتر؟ دفاتر؟ أي دفاتر يا زكي؟ دفاتر الشركة، دفاتر الإيرادات والمصروفات وال... على مهلك، ما لك أنت وهذه الدفاتر؟ أنت تعطلينني يا أنيسة عن عملي، هات الدفاتر أرجوك. لابد أنك مجنون. أنيسة، أنا الآن سكرتير مسيو ديفيد. أنت سكرتيره مسيو ديفيد؟ مسيو ديفيد شارل سمحون صاحب هذه الشركة، ألم يخبرك بأنه عينني سكرتيرا له ابتداء من اليوم؟ لم يخبرني بشيء من هذا الهراء، وإذا لم تغادر المكتب في خلال 5 ثوان فسوف أستدعي البوليس. تهددينني يا فتاة؟ انقضت ثانية. لم يخلق بعد من يهدد زكي داود. ثانيتان. ستفقدين عملك نتيجة لرعونتك. 4 ثوان. انتظري حتى يصل مسيو ديفيد وسوف ترين من الذي سيطرد من هذا المكتب. 5 ثوان. انتظر. البوليس؟ هنا شركة سمحون للسياحة. ولا أنجدني يا مسيو ديفيد، هذه الفتاة الحمقاء، لا تصدق أنني سكرتيرك. هل عينت هذا التافه في الشركة يا ديفيد؟ تشاجرتما في أول دقيقة. إنني أسألك، هل عينت هذا الرجل سكرتيرا لك؟ نعم عينته أمس، وآسف إذا كنت نسيت أن أخبرك. ألو، إلغي المكالمة من فضلك. حسنا مسيو ديفيد، ماذا ستفعلين يا مجنونة؟ أكتب استقالتي. لماذا يا إستر؟ ماذا حدث؟ ما دمت عينت لك سكرتيرا فلم يعد لي مكان. ها هي استقالتي يا سيدي. يا مجنونة، تعال 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 إلى مكتبي لنتحدث. وأتي أنا أيضا يا مسيو ديفيد. لا تتحرك من مكانك. حاضر. هل جننت يا إستر؟ كيف تقدمين استقالتك لمجرد أنني أردت أن أساعد رجلا عرفته في أيام البؤس؟ فتعينه سكرتيرا لك، يأمرني وينهارني. من قال لك إنه سكرتيري؟ هو قالها وطلب مني الدفاتر، إذن فلا معنى لبقائي. هو غبي وفهم خطأ، قلت له ستعمل في السكرتارية
فظن أنني جعلته سكرتيري الخاص. ما ذنبي أنا؟ وهل عندنا سكرتارية؟ الشركة كلها مدير وسكرتيرة وواحد من السعاة. أردت أن أكرمه لصداقتنا القديمة، ثم إن الأعمال في ازدياد وستتوسع في الشركة بالتدريج. توسع كما تحب، ولكن ليس على حسابي. أنا لا أستغني عنك يا مجنونة، لا أستغني عنك أبدا. عودي إلى مكتبك وارسلي لي هذا الأحمق لألقنه درسا لا ينساه. تعال، المدير يطلبك. هذه الفتاة يا ميسيو ديفيد، من تظن نفسك يا هذا؟ أنت هنا مجرد كاتب صغير والآنسة رئيستك، ولو سمعت شكوى منها ضدك فسوف أعيدك إلى التشرد والتسكع في المطار، مفهوم؟ حاضر يا سيدي، أمرك. جرسون. أيوة جاي. طلبت زيادة شاي من فضلك. وعندك واحد شاي تقيل وصلحه. استنى، انا عاوزك في كلمة. انا محسوب اللطافة واليافة. انت بتشتغل هنا بقالك قد ايه؟ كتير قوي يا فندي، من ساعة ما كنت عيل صغير. يعني كنت هنا من حوالي 3-4 سنين؟ قول 15-16 سنة. على كده تعرف رأفت الهجان؟ رأفت الهجان؟ ما افتكرش. يطلع ايه ده؟ لا ده واحد صاحبي كان بيقعد هنا من 3-4 سنين وشرته اهي. ايوه افتكرته، بس ده ما اسموش رأفت الهجان يا فندي. ازاي بقى؟ ده صاحبي وانا عارفه وعارف ان اسمه رأفت الهجان. ما انا كمان كنت فاكر ان اسمه كده، بعديها عرفت انه كان بيضحك علينا. يعني ايه بقى بيضحك عليكم دي؟ ما كانش راجل مظبوط، حتى دينه كان مغيره، كان عامل مسلم وهو يهودي. يهودي؟ ايوه يهودي، اسمه حاجه كده زي حسن ومرقس وكهين. طيب وش عرفك؟ مره رحت اقدم بلاغ اسم شبرا، لقيت ممسوك هناك وبيقولوا انه يهودي وسرق جوازات الناس ودار ينصب بيها. حضرتك ساكن هنا بقالك قد ايه؟ وايه المناسبه ولا مؤاخذه؟ لا ولا حاجه يا معلم، اصلي بدور على واحد صاحبي كان ساكن هنا من كام سنه. اسمه ايه بقى ولا مؤاخذه؟ رأفت الهجان. رأفت افندي. ماله؟ انت تعرفه؟ اعرفه، ده كان راجل سكرة. ما تعرفش عزل من هنا راح على فين؟ لا والله، ده حتى غطس كده مرة واحدة، انما كان بيقعد في القهوة اللي في شارع فؤاد، القهوة دي اللي بعد الاسعاف، ما تسأل عليه هناك يمكن يدلوك. انا سألت ما حدش عارف كده. طب استنى، فيه واحد مخبر ساكن قدامنا، افتكر كان قال انه قابله بعد ما عزل بشوية. استنى اما ندهلك عليه. يا حصون. حصون. لا ما تندهلوش، مفيش داعي، مفيش هنخسر حاجة اما نسأله. امر سفندي حصون. ايوه يا معلم كرامي، وحياتك الدليلة دي يا واحدة. عيني يا معلم. عباد مباشي مرسي، ده بقى مخبر من بتوع المباحث اللي يعجبوك. هو مباشي ولا صول؟ مباشي، بس احنا بنقول لحر الصول من باب الاحترام، بالمنجاه يعني شوية ولا مؤاخذة، ما انت عارف بقى الصنف ده يحب المنجهة. بس احسن وصل. يا مرحب عالصول، يا مرحب. خير يا معلم؟ سلم على الافندي. اهلا يا افندي، اي خدمة؟ اسفين للازعاج يا حضرة الصول، بس انا كنت عايز اسأل حضرتك عن رأفت الهجان. رأفت الهجان؟ اعوذ بالله، وبتسأل عليه ليه؟ اوعى تكون زي. لا ده اصله كان استلف مني قرشين وغطس بقاله 4 سنين. وجاي تدور عليه دلوقتي؟ لا عوضك على الله، ده ماضيلي كمبيالة، لو عرفت اعتر فيه يا الحبس يا الدفع. وتعتر فيه فين يا حضرة؟ ده مطلوب في جناية وهربان. اصل المعلم قال لي ان حضرتك قابلته بعد ما عزل من هنا. انا قابلته يا معلم كراوية؟ اري ده مطلوب في جناية بقول. لا 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 لا، امال انت كنت قلت لي ايه عنه بعد ما عزل بشوية؟ مش قلت لي انك قابلته برضه؟ لا انا لا قابلته ولا شفت خليته، انا قلت لك ان اعترت على محضر قديم في اسم قصر النيل، محضر عامله واحد اسمه رأفت الهجان، بيبلغ عن سرقه جواز السفر بتاعه. انا استغربت، رأفت الهجان اللي كان ساكن هنا يطلع جواز يعمل بيه ايه؟ قريت المحضر، لقيت اللي عامله راجل محترم، موظف كبير ساكن في المنيره في عماره محترمه. مش ممكن يكون هو رأفت الهجان اللي كان ساكن في اوضه على السطوح هنا؟ انت قلت لي كده صحيح،
بس انا ولا مؤاخذه اتلخبطت. متاسفين يا فندم اللي عطلناك على الفاضي. بالعكس يا معلم، ده انا متشكر قوي على اللي سمعته. انا هعمل له محضر دلوقتي في اسم قصر النيل برضو، عشان لما يتمسك لسرقه جواز السفر بتاع الراجل المحترم يلبس قضيه الكمبياله مع قضيه السرقه. السلام عليكم. غريب الكلام ده يا ابراهيم، يعني كان ساكن في بولاء صحيح باسم رأفت الهجان؟ دي ما فيهاش كلام، كلهم عرفوا صورته. طب امتى عمل كده؟ انت اول ما قابلته كان مترحل من ليبيا، وبعد شوية لقيته ساكن في سليمان باشا وبيدور على الشغل، والجزء ده من حياته ما جابلكش سيرته ابدا. انا عملت اللي عليا وجبت المعلومات اللي طالبينها، ماليش دعوه بقى بالتفسير ولا اقول امتى ولا اقول ليه. سمعنا كده ان الجماعه في اسرائيل معهم حق لما شكوا فيه. اهو شكهم طلع فياسكو. ده صعلوك عاش بستين اسم. نسيتي لما المتر هارون راح وراه الاسماعيليه على انه احمد العلي، ولقاه سارق باسبور الراجل وعمال ينصب باسمه؟ استنتاج اقرب للامل منه للواقع. اصل سيادتك معرفتش قدرات رأفت كويس. بغض النظر عن قدراته، يا ريتنا كنا نقدر نتصل بيه ونعرف منه ايه اللي بيجرى هناك. انها مش ممكن، اي اتصال بيه دلوقتي خطر عليه، خطر جدا. على كل حال الخطوات اللي انت عملتها دي هي احسن حاجة ممكن تتعمل في الظروف الغامضة اللي احنا فيها. يلا ما قدمناش غير كده، حتى ولو كانت مش كفاية. انا متأكد يا فندم ان بعد ما يقابلوا الشخص اللي هيمثل دور رأفت الهجان هتنتهي المشكلة. وطريقة حصولهم على العنوان مرسومة يا فندم، ومعمول حساب كل شيء في الجوازات وفي اسم قصر النيل. جايز مفيش حد في الشقة يا وديت. ما اسميش وديت يا غبي، اسمي عايدة. ما حد سمعنا. فريلين جاية هنا ناحية الباب. أفندم، مش دي شقة الأستاذ رأفت الهجان؟ أيوة. هو موجود؟ أيوة موجود، فضلوا تفضلوا استريح. ميرسي قوي، بس من فضلك عايزين نقابله بسرعة أحسن مستعجلين شوية. أقدر أعرف مين حضرتك ومين حضرته؟ لا معلش، احنا عايزين نعملها له مفاجأة. مفاجأة لمين يا مدام؟ لرأفت. رأفت الهجان؟ أيوة، رأفت علي سليمان الهجان. وإيه المفاجأة اللي فيها؟ ما أنا واقف قدامك أهو. أنت رأفت؟ أيوة أنا رأفت، رأفت علي سليمان الهجان. مش ممكن. مستحيل، انت مش ممكن تكون رأفت ابدا. ايه الحكاية يا حضرت، هتعرفنا اكتر من نفسي ولا ايه؟ نكون غلطنا في العنوان يا ابراهيم. مش ممكن يا عايدة، هو ده العنوان اللي مكتوب في قسيمة الجواز. جواز ايه وقسيمة ايه؟ ما تفهموني ايه الحكاية. الحكاية يا حضرت ان جوز اختي ده اسمه رأفت علي سليمان الهجان. انا جوز اختك؟ لا طبعا. احنا مؤكد غلطنا في العنوان، بس ازاي حضرتك برضو اسمك رأفت علي سليمان الهجان؟ مش ممكن يكون الاربع اسامي متشابهة بالشكل ده. طبعا مش ممكن. شكله ايه جوزك ده يا ست؟ هي صورته معايا اهي، اتفضل. هو ده؟ الله يخرب بيته. تعرفه؟ اللي اعرفه ده سرق مني 50 جنيه والباسبور بتاعي. حرامي. حرامي؟ حرامي، والبوليس بيدور عليه من سنين. يا ميلة بختك يا عايدة، يا مصيبتك يا عايدة. مش كده يا عايدة قدام البيم ما يصحش. وإيه اللي وقعك في إيد النصاب ده علشان تتجوزيه؟ طيبة قلبها يا حضرت، طيبة قلبها وسلامة نيتها. أنا من الأول ما كنتش مستريح للولد ده. إنما سرق الفلوس والباسبور من حضرتك إزاي؟ أنا كنت بقعد في القهوة اللي في ميدان الإسماعيلية، عارفها حضرتك؟ أنا كنت بقعد. عارفها. وبعدين؟ اتعرف بينا وصاحبنا ولعب معنا طاولة و... وكان مسمي نفسه ايه؟ ايزاك. ايزاك ليفي كوهين، مش فاكر. اسم يهودي على اي حال. يا مصيبتي، وكمان يهودي. يا مصيبتك يا مصيبتك يا عيد. وبعدين وبعدين قعد شوية يلعبني طاولة لحد ما جاي يوم دخل القهوة وانا لوحدي، وقفت اسلم عليه، راح واخدني بالحضن. في الحضن ده لاها في المحفظة والباسبور، ومن ساعتها غطس ما جاش القهوة تاني. أنا افتكرته هاجر من مصر. يا ريته كان هاجر قبل ما يوقعني في المصيبة دي.
انما اتجوز حضرتك ازاي؟ ما تفكرنيش بقى، ما تفكرنيش يا حضرت. يلا بينا يا ابراهيم، يلا يا اخويا نشوف في حل خيبتنا دي. ضروري ترفعي قضيه يا مدام، ده جواز باطل. هنرفع قضيه طبعا يا حضرت، ضروري هنرفع قضيه. يلا يلا يا عايده. وانا مستعد، انا مستعد ابقى شاهد. طبعا يا حضرت طبعا، ضروري هنطلبك للشهاده. يلا يا عايده يلا. احنا اسفين قوي للازعاج. اورفوار يا حضرت. مع السلامه. هل صدقتني يا يوسف؟ هو تقرير أوديت يؤكد أن ديفيد شارل سمحون فوق الشبهات. لا أستطيع إلا أن أسلم بأنك كنت على حق، ففي مصر فعلا رجل اسمه رأفت الهجان، وسرق أحد اليهود جواز سفره. كنت أثق من هذا في أول الأمر، فالمصريون ليسوا من الذكاء ولا الكفاءة للدرجة التي تتصورها. مصري مسلم يرسلونه ليعيش في إسرائيل. قلت إنك على حق، فلا داعي للاستمرار في هذه السخرية. لست أسخر منك، إنما أسخر من الفكرة نفسها. على كل حال، ماذا تنوي أن تفعل؟ فيما؟ في هذا الرجل الذي استأجرته ودسسته على ديفيد ليراقبه في الشركة. زكي داود؟ نعم. فلا داعي لأن ندفع له مرتبا لمثل هذه المهمة التي لا فائدة من ورائها. هذا أمر مفروغ منه، سأستدعيه وأعلنه بانتهاء المهمة. استقيل بقى ده كلام يا أبو زيك. معلش يا ماسي ديفيد، أصلي لقيت شغلانة تانية ماهيتها أكبر. يا سيدي إذا كان على المهية نزودها. الله، وإلزم الغرامة اللي ملهاش معنى دي بقى. ملهاش معنى إزاي؟ ده أنت صاحبي يالا. بس إذا كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله، ولا إيه يا مسيو ديفيد؟ على العموم اللي رايحك يا سيدي، الشركة مفتوحة لك في أي وقت تحب ترجع فيه، وأنا شخصيا تحت أمرك في أي مساعدة تحبها. متشكر يا مسيو ديفيد، متشكر جدا، ده عشمي برضه. شلوم. شلوم يا زكي. مبروك يا مصطفى، مبروك. الموساد بعد الأوديت يشكروها عن المجهود اللي عملته ويقولوا لها ما تدورش ورا رأفة الهجان، خلاص ثبت ان ديفيد شارل سمحون شخص مأمون. الحمد لله. الحمد لله يا فندم. دلوقتي بقى نطمن اننا لما نشغله بعد سنتين هيكون سلاح فعال ومأمون ضدهم. بس في نقطة لسه محتاجة لتأمين. ايه؟ اخته. شريفة. ايوه، ممكن في أي لحظة تقلق على غياب أخوها وتبتدي تدور عليه. مش بعيد كمان إنها تنشر صورته في الجرايد وتكتب تحتها خرج ولم يعد. تبقى كارثة. لا 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 لا، لا كارثة ولا حاجة، الحل سهل قوي. ما شكتش إن الجواب مزور؟ تشك إزاي يا فندم؟ ده اللي كتبه رمضان السعداني، أحسن مزور خطوط عندنا. رافض الهجان نفسه لو شاف الجواب مش هيحس إنه مش خط. والهدايا عجبتها؟ الحقيقة ما فتحتش الطرد قدام يا فندم، واضطريت امشي بسرعة علشان ابتدت تسألني اسئلة عن اخوها وخفت اغلط. لا لا لا، كده كويس قوي، كل كام شهر بقى نجهز لها طرد هدايا وجواب بنفس الطريقة. المهم اننا ما نديهاش فرصة تقلع على اخوها وتبتدي تدور عليه. هذا نبأ سار جدا يا استر، اهنئك. كنت اظنك ستتضايق. اتضايق من زواجك؟ كيف؟ لقد طالت فترة خطوبتك أنت وإلياه أكثر مما ينبغي. 3 سنوات، ولهذا لم أستطع أن أطلب التأجيل مرة أخرى، ثم إن زواجي لن يغير شيئا من العلاقة التي بيننا. طبعا يا حبيبتي، فالأمر كما قلت لي في أول علاقتنا، الحب شيء والزواج شيء آخر. وأظنني أثبت لك صدق هذا القول، وسوف أثبته أكثر بعد الزواج. أنت تغرينني بأن أتعجل انقضاء شهر العسل. لن يكون هناك شهر عسل، فحالة إلياه المالية لا تسمح. ستكون رحلة شهر العسل هدية مني يا إستر. معقول؟ هذا أقل مما أدين لك به. إن نجاح هذه الشركة يا إستر قد قام على أكتافي، فلا أقل من أن أرد لك الجميل. ستقضيان شهرا في أسبانيا على حساب الشركة، سفرا وإقامة. أشكرك
أشكرك جدا يا ديفي، ولكن الشهر مدة طويلة. سأفتقدك طبعا شهرا كاملا، ولكن هذه ضريبة الحب يا حبيبتي. وهل ستقضي هذا الشهر بدون سكرتيرة؟ رشحي أنت واحدة من صديقاتك تقوم بعملك حتى تعودي من شهر العسل. أرشح لك فتاة على جثتي. ألا تثقين بي؟ بل لا أثق في الفتاة، أي فتاة، لابد أن يكون رجلا. يا لسوء الظن، رشحي إذن من تشائين. لو كان هذا الرجل الذي عينته ثم استقال. زكي داود؟ نعم، فهو الوحيد الذي أطمئن إلى أنك ستطرده عند عودتي. وأين أعثر عليه الآن؟ لقد مضى أكثر من سنة منذ ترك العمل عندنا. ألم يقل يوسف أنه كان يعمل في المطار؟ يوسف، تماما، يوسف هو الذي يستطيع أن يعثر عليه. اطلبيه لي على التليفون. حسنا. وهكذا أسافر وأنا مطمئنة إلى أنك لن تلعب بذلك. ألو، ميسيو يوسف، ميسيو ديفيد معك. هلو جو. هلو ديفيد، هل تريد أن تشتكي لي من جدعون مرة أخرى؟ جدعون شبتاي؟ لا يا عزيزي، جدعون الآن منتظم كالساعة، ولكنني أريد منك خدمة أخرى. هل تذكر زكي داود؟ من زكي داود هذا؟ معقول أنك نسيته؟ الفتى الذي كان يعرفني في مصر باسم رأفة الهجان. الذي عينته عندك في الشركة منذ سنة، ها؟ ما له؟ إستر ستتزوج وتسافر لشهر العسل، والشركة لا يمكن أن تستمر دون سكرتيرة، وهي لا تطمئن إلى أحد يحل محلها مؤقتا إلا هذا الفتى الأفاق، فلا بد من العثور عليه. وما علاقتي أنا بهذا كله يا ديفيد؟ إذا كان في تل أبيب شخص يستطيع العثور على زكي داود، فهذا الشخص هو يوسف الأزرع. ولماذا يا ديفيد بحق الرب؟ هل تتصور أنني أعرفه أو أنني على علاقة به؟ أنا يا رجل لم أقابله إلا مرة واحدة وفي مكتبك. الله، إيه ده بقى جو؟ إحنا هنلف على بعض ولا إيه؟ مش لف يا ديفيد، افهمني، أنا فعلا ما أعرفوش. ألا ما أنا عارف يا بني آدم إنك ما تعرفوش، إنما الجماعة اللي معاك يقدروا يجيبوه من تحت الأرض، وإلا يبقوا خايبين قوي. فهمت. هيبقوا أخي بخلق الله، ويبقى معايا حق ما رضاش أشتغل معاكم. ده أنتوا يا أخي. قلت لك فهمت، خلاص فهمت يا أخي. الحمد لله إنك فهمت. هتجيبهولي إمتى؟ إديني 48 ساعة. قدامك يا سيدي أسبوع بحال. إستر مش هتسافر قبل الثلاث اللي جاي. خلاص، قبل الثلاث هيكون عندك. وبطل رزالة بقى. أوروفار يا بتاع السكاكيني. انت يا واد عاوز البت تجيلها نقطة، عاوزها تطق وتموت. بت مين؟ كلارا. مالها كلارا؟ ما هي قاعدة جوه بتلعب مع الشلة. من غزها منك. انا غزتها؟ ايوه طبعا. ازاي تعزم استر وجوزها شهر في اسبانيا على حسابك؟ هي احلى منها ولا بتحبك اكتر منها؟ كلارا بتحبني؟ انت بقيت استنجلينا خالص. اللي بيني وبين كلارا صداقة بريئة وعن طريق جوزها. بس هي بقى لها رأي تاني، واحنا كمان رأي تاني. هي غلطان وكلكم غلطانين. والهدايا اللي عمال تغرقها بيها، ده انت ما بتسافرش سفرية الا لما تجيب لها شنطة مليانة ليها هي لوحدها. الخلاصة انت عاوز ايه دلوقتي؟ عاوزك تاخد بالك شوية، كلارا مش هينة، ومعارفها المهمين كتير قوي. لو حست انك بتفضل استر عليها هتعمل لك مشاكل في شغلك وهتوقف حالك. تبقى ده يا سودة، الحال واقف من غير حاجة يا اختي، ناقص ست كلارا ده كمان ومعرفة. دبر امورك بقى يا سيدي واعمل لها رحلة على حسابك. انا صفرها اوروبا على حسابي؟ اشمعنى استر يا استر يا اختي؟ بكسب من وراها، بشغلها لما اقطع قلبها، انما كلارا دي هكسب من وراها ايه وازاي؟ استني. ايه يا بنتي الايه ده، انت اديتيني حته فكره. فكره؟ انا مش عارف مين يهودي فينا اكتر، انا ولا انت؟ انا من يهود شبرا يا ولا. يهود الظاهر هيروحوا جنبي فين؟ انما ما قلتليش ايه الفكره اللي بتقول اديتها لك. الرحلات السياحيه في اوروبا،
لحد دلوقتي انا وشركات السياحه التانية بنشتغل على السياحه في اسرائيل، والحال واقف من شهرين هنقل بقى، هشتغل على السياحه من اسرائيل لاوروبا، وهتكون اول رحله لكلارا وداف. ايوه بس كلارا عاوزه تروح معزومه. ما هتكون معزومه. انت اكيد عاوز تكسب من وراها. هتكسب ايه يا ولد؟ هتشوفي بعينك دلوقتي. تعالي تعالي معايا. من فضلكم من فضلكم انصتوا الي لحظه، هناك مفاجأة سارة للجميع. من منكم يحب أن يقضي أسبوعين في فرنسا بصحبة إحدى ملكات الجمال؟ ولكنك لم تقل لنا أي ملكة جمال. ربما كانت ملكة جمال من 50 سنة. بل تعرفونها جميعا وتجلس بينكم الآن. كلارا أراك كلارا. انتظروا انتظروا، لا تدعوا ديفيد يخدعكم، إنه ثعلب في اقتناص المال، لم يقل لنا عن تكاليف الرحلة. يهودي عريق. يبيع لنا البضاعة وهي ملكنا. نعم نعم، كلارا بيننا الآن وهي معنا في كل ليلة وفي سهراتنا، فكيف تبيعنا أسبوعين معها؟ في باريس، في باريس يا أبو لهاء. أسبوعين في باريس وليس في شقة سيرينا. ما لها شقة سيرينا يا عاق. شقة سيرينا على العين والرأس، ولكن لا أحد يسمع عنكم فيها. أما في باريس فالصحف سترحب بكم لأن معكم مالكة جمال، الحفلات ستقام لكم، السهرات ستفتح ذراعيها للترحيب بكم، وكل هذا مجانا. ما هو حق فعلا، هذه متعة. هذا شيء مختلف، يا له من ثعلب يا له من يعود. ولكننا لم نعرف كم سندفع لك في مقابل هذين الأسبوعين. سأحدد المبلغ بعد أن أدرس التكاليف، ولكني أعدكم أنه سيكون أرخص 20% من أي رحلة مماثلة ترتبها شركة سياحية أخرى. ها موافقون؟ موافقون. ها هناك شيء آخر، هناك شيء آخر. أنتم 15 عضوا والفوج يجب أن لا يقل عن 60، فعلى كل واحد منكم أن يقوم بالدعاية بين أصحابه وأقاربه ومعارفه، وكل من يحضر 4 آخرين سأمنحه 5% خصما. لنعود يا سيرينا إلى الصالون. تعالي. يا ابني الإيف، عملت رحلة سياحية ووفرت ثمن الدعاية. بيني وبينك طلعت يهودي أكتر مني. ورطتني يا ديفيد. كلارا كانت بطيح مع المهللين فلم أتمكن من أن أعترض. ولماذا تعترض يا عزيزي دان؟ لأنني لا أملك تكاليف الرحلة. لن تدفع شيئا يا عزيزي، فأنت وكلارا مدعواني على حساب الشركة. لم أعلن هذا في السهرة أمس حتى أتفادى الحرج، ولكنك وكلارا ستسافران مجانا، بل سيكون لكما عمولة من الأرباح، فاسم كلارا هو الذي أغرى الآخرين بالاشتراك. هذا سيسعدها بغير شك، ولكن ولكنك تحتاج إلى بعض المال للاستعداد للسفر. لا يفوتني مثل هذا الأمر يا دان. تفضل، أعتقد أن هذا المبلغ يكفي على أن تقسمه من العمولة. لا تشغل بالك، المهم أن تكون كلارا سعيدة، والأكثر أهمية أن تسعدك هي في مقابل سعادتي. ياهو ديفيد. هاي ديفيد. هلو ديفيد. ما هذا الشباب الذي يطفر من عينيك يا رجل؟ أنت الآن أصغر 10 سنوات يا فتى. الفضل لإستر يا عزيزي، الفضل لإستر. إذا كان هذا ما يفعله الزواج بالرجال فسوف أتزوج. سأتزوج حالا. ما رأيك يا إستر؟ أذبحك. ماذا كانت تقول؟ تقول ليست كل زوجة اسمها إستر ومعها حق. هيا بنا، السيارة خارج المطار. ما هذا الذي سمعته عنك وعن الشركة؟ قابلت كلارا في باريس أثناء عودتنا ومعها فوج كبير، وقالت لي إنك الذي رتبت الرحلة. وهناك فوج آخر سافر أمس إلى إيطاليا، وأعد الآن لفوج ثالث سيسافر إلى مدريد. ولكنك بهذا قلبت الوضع. المفروض أن نأتي بسياح إلى إسرائيل،
لا أن نرسل الإسرائيليين إلى الخارج. ما دام السياح لا يأتون فلنذهب نحن إلى بلادهم، أو تريدون أن تفلس الشركة؟ ديفيد، أنت تخرب الاقتصاد الإسرائيلي. هناك تقرير مقدم إلى قسم المتابعة الاقتصادية يتهمك بهذا. أنا أخرب اقتصاد بلدي؟ أخرب اقتصاد وطني القومي؟ كيف؟ كم فوجا سياحيا أرسلته خارج إسرائيل منذ رحلة كلارا؟ 10 في 7 شهور؟ نعم في 7 شهور. ماذا في ذلك يا عزيزي؟ تسألني أنا؟ كم يتكلف الفرد؟ ما بين 300 و800 دولار. فلنقل في المتوسط 500، والفوج 60 فردا، وأنت أرسلت 10 أفواج، أي أنك أخرجت من إسرائيل 300,000 دولار، ثلث مليون، وفي 7 أشهر فقط. ثم تزعم أنك لا تخرب الاقتصاد؟ احسبها بطريقة أخرى يا عزيزي. كيف؟ كم فوجا جئت به إلى إسرائيل في هذه الشهور 7؟ وكيف أعرف؟ 14 فوجا، والدفاتر موجودة ويمكنك أن تتأكد من الرقم. والفوج 60 سائحا، ومتوسط ما يدفعه الفرد وما ينفقه داخل إسرائيل 1,000 دولار. أي أنني أدخلت على الاقتصاد الإسرائيلي حوالي 850,000 دولار، وهذا في مقابل 300,000 فقط أخرجتها من إسرائيل. فهل هذا تخريب للاقتصاد الإسرائيلي أم دعم له؟ ولكن هذه الأفواج كانت ستأتي وستدفع دون أن نضحي بثلث مليون. خطأ يا يوسف، وراجع الدفاتر لتعرف أن عدد الأفواج التي أحضرتها إلى إسرائيل قبل رحلة كلارا لم تزد على 8 أفواج في 1.5 سنة، و14 فوجا في 7 أشهر. ألا تفهم معنى هذا؟ لا أحسبك ستزعم أن الأفواج التي أرسلتها إلى الخارج هي التي جاءت بالسياح إلينا. هذا ليس زعما، إنه حقيقة. كيف؟ هل تشترط على شركات السياحة الخارجية أن تبادلك بالأفواج؟ وهل هذا معقول يا يوسف؟ فماذا إذن؟ لا شيء، مجرد أنه هنا في رأسي مخ يفكر، وأنتم محرومون من أي قدرة على التفكير المتحرر. دعك من المباهات الآن، وقل لي كيف تفسر زيادة الأفواج هذه؟ الناس في أوروبا يتصورون أن المجتمع الإسرائيلي يعيش في كآبة وتوتر، وليس فيه من مباهج السياحة إلا زيارة الآثار الدينية. وهذا صحيح. صحيح، ولكن لا ينبغي أن يعرفه الآخرون. لابد أن نقضي على هذا التصور حتى تنشط السياحة. وأفواجك التي ترسلها للخارج هي التي تقضي على هذا التصور؟ هذا صحيح، فلا داعي للسخرية. وهل من حقي أن أسألك كيف؟ ليس من حقك يا يوسف أن تطلع على أسرار عملي طبعا، ولكنني سأخبرك كصديق لا كممثل للموساد. أنا يا عزيزي أحرص على أن أختار أفواجي السياحية من بين الناس المرحين حسن المظهر المقبلين على مباهج الحياة. أما اليهودي التقليدي المكتئب دائما والمتوجس دائما والبخيل دائما فأستبعده تماما من الأفواج التي أرسلها للخارج. تعني أنك تختار نماذج مشرفة للشخصية الإسرائيلية لتقنع بها الآخرين؟ ليس هذا فقط، وإنما أنا أطلب من كل فرد أن يختلط بالأوروبيين ويحدثهم عن جمال الحياة في إسرائيل وروعة الحياة في إسرائيل وبهجة الحياة في إسرائيل. بل إنني أزودهم بقصص وحكايات مختلقة يرددونها لتأكيد هذه الصورة. ثم إنني لا أكتفي بالطلب، وإنما أفهمهم أن هذا واجب قومي على كل صهيوني، وأرسل مع كل فوج مراقبين ليقدموا إلي تقريرا عما فعله كل واحد منهم وما بذله لتجميل صورة الحياة الإسرائيلية في نظر الأوروبيين. ثم أقدم مكافأة لأكثرهم نشاطا وأقدرهم على الإقناع. فهل تعجب بعد هذا كله من أن تزداد الأفواج السياحية القادمة إلى إسرائيل عن طريق شركتي؟ هذا لم يخطر ببالنا فعلا. أنت فعلا تدعم الاقتصاد الإسرائيلي، تأتيه ب800,000،
في مقابل 300,000. ليس هذا فقط، فالمقارنة لا يجب أن تكون مع 300,000 وحدها، وإنما مع مئات الألوف الأخرى التي كانت ستتكلفها الدعاية الخارجية حتى تحقق هذا الرواج السياحي. تماما تماما، لابد أن يتضمن تقريري هذه النقطة أيضا. والأهم منها يا يوسف أن تشيد في تقريرك بوطنيتي وبإخلاصي للوطن القومي. هذا أمر مفروغ منه، مفروغ منه تماما يا ديفيد. ولو كان عندنا 10 في مثل ذكائك وإخلاصك لاعتدل ميزاننا التجاري. أنت أفضل صهيوني في هذا الجيل، أنت الصهيوني الأول بين الشباب. ديفيد، أريدك في كلمة على انفراد. لا أحب أن يعرف أحد بما سأقوله لك، وإلا ساء موقفي. يا عزيزي إيزاك، هل سبق أن أخبرت أي مخلوق بأنني أقدم لك قروضا؟ المسألة سر بيني وبينك فقط، فلا داعي لهذا التحذير الذي لا معنى له. أنا لا أتحدث عن القروض يا ديفيد، إنما أتحدث عن شيء هام سأخبرك به الآن. ها؟ وإذا علم أحد أنك عرفته مني فسوف يتهمونني بإفشاء أسرار الحزب. الحزب؟ نعم. وماذا يهمني أنا من أسرار الحزب؟ أنا عضو في لجنة القيد كما تعرف. آه. وكان عندنا اجتماع صباح اليوم وتحدثنا فيه عنك. عني أنا؟ نعم. زكاك 3 أعضاء لتنضم إلى الحزب. آه. وسوف يزورك وفد من كبار الشخصيات ليقدموا إليك هذا العرض، فلا تقل لهم إنني أخبرتك به قبلهم. هل أصبحت شخصا هاما إلى هذه الدرجة؟ الهدف من ضمك هو ترشيحك لعضوية الكنيست. الكنيست أيضا؟ ولكن هذا سر كما قلت لك، ولولا أنك صديق حميم لما أخبرتك. والآن هل أجد معك 200 شيكل؟ ديفيد، هناك أوراق كثيرة تحتاج إلى توقيعك، ورسائل وبرقيات تنتظر أن تقرأها وتبدي رأيك فيها. هاتي كل شيء لننتهي منه الآن، فعندي موعد في الحزب بعد ساعة. وقع هذه الأوراق أولا. لم نستفد من انضمامك للحزب إلا تأخر العمل. وقع هنا، وهذه أيضا. حتى سهراتنا عند سيرينا لم تعد كل ليلة كما كانت. مع أن انضمامي للحزب بدأ من عند سيرينا. أين أوقع على هذه الرسالة؟ هنا. السياسة والتجارة لا يتفقان يا ديفيد. انتهت الأوراق التي تحتاج إلى توقيع. حسن، هات البريد. هذه البرقية أولا. شركة كوستا في اليونان أرسلت. شركة كوستا؟ نعم، بعد أن انقطعت عن التعامل معنا 3 سنوات يبدو أنها تذكرتنا. ياه، أخيرا مصر اتصلت. يقولون إنهم يريدون أن يتعاقدوا معنا على 3 أفواج. 3 أفواج يعني 8 في الشهر، والنهاردة 6، يعني لازم أسافر بكرة ضروري. الفوج ما بين 45 و48 فردا. 45 و48، يعني المقابلة في نابولي. ويسألون إذا ما كانت ظروفك تسمح بالسفر إلى أثينا لبحث التفاصيل، لأن هناك ظروفا جديدة في نشاطهم السياحي. ظروف جديدة؟ يعني اللي هيقابلني شخصية جديدة يبقى هنستعمل الكرافتة. ماذا يمكن أن تكون هذه الظروف الجديدة في تصورك يا ديفيد؟ طريقة لإنقاص 2 دولارات عن المبلغ الذي كانوا يدفعونه. هل تتصورين شيئا غير هذا؟ لا أعرف. هل ستسافر؟ طبعا، فالمساومات لا تصلح بالبرقيات والرسائل. ومتى تحب أن تسافر؟ غدا، فالمثل يقول أطرق الحديد وهو ساخن. اكتبي لهم برقية بأنني سأكون تحت تصرفهم في أثينا بعد غد، وتولي أمر حجز الطائرة. شالوم. ستخرج قبل أن تنتهي من بقية الرسائل؟ عندي اجتماع هام في الحزب يا إستر وتأخرت عليه. الحزب الحزب الحزب، أنا لا أسمع منك الآن غير الحزب والاجتماع والمؤتمر وكل هذا الكلام الفارغ. السياسة يا حبيبتي، السياسة قبل كل شيء وفوق كل شيء. واضح. وعندما تفلس الشركة دع السياسة تنفعك. كل هذه الثورة لأنني لم أقرأ بقية الرسائل.
حسنا، هاتيها سأقرأها في البيت، وعندما نلتقي ليلا سأسلمه إليك ومعها ملاحظاتي. نلتقي ليلا؟ أواثق أنت من أننا سنلتقي الليلة؟ وماذا يمنعنا يا حبيبتي؟ ربما يكون عندك اجتماع ليلي في الحزب وأنت لا تعرف. أحزاب العالم كلها لا تمنعني عن لقاء حبيبتي، فالحب أولا والحب ثانيا والحب ثالثا، ثم تأتي السياسة في الدرجة الرابعة. إلى اللقاء في التاسعة مساء. شالوم. بكرة هتسافر أتينا يا نديم؟ إن شاء الله. درست ملف رفض الهجان كويس؟ درست الملف وقابلت مصطفى عبد العظيم ومحسن ممتاز وعرفت منهم كل حاجة عنه. وإيه رأيك على ضوء اللي قايته واللي سمعته؟ رأيي إنه خامة ممتازة، محسن عارف ينقي صحيح. لا لا يا نديم، أنا أقصد رأيك في إننا هل يبتدي يشتغل ولا نستنى عليه شوية كمان؟ ده يتقرر لما قابله واسمع منه. وصل إيه هناك؟ لا، من حيث وصل لإيه، هو وصل لمستوى كويس قوي، والتقارير اللي جات لنا من مصادر تانية بتقول إنه أصبح قوة اقتصادية وسياسية واجتماعية. بس لازم أسمع الكلام ده منه، هو أضرب نفسه من أي حد تاني. مؤكد، بس الخوف بقى إنه يكون استحلى القعدة هناك بعد النجاح اللي حققه والفلوس اللي بيكسبها، ويقولك استنى شوية. اللي تحدى الأوامر وخالف تعليمات الأمان عشان يبعت لنا خطة عدوان 56 مش ممكن يكون من النوع اللي انت خايف منه؟ الإنسان بيتغير يا نديم، كل شيء حيبان ويتحدد لما قابله. نديم، إذا حسيت منه بأي تراخي انهي العملية فورا ورجعه مصر. سأعد لك حقيبتك. لقد أعددتها قبل أن تحضري. ألقي إذن نظرة أخيرة، لا أريد لحبيبي أن يفاجأ في السفر بأنه نسي شيئا. قميص، 2، 3، هل سيكفيك 3 قمصان فقط يا ديفي؟ إذا احتجت أستطيع الشراء من أثينا. والبدل، 1، 2، ما هذا؟ ما هذه الكرافات القبيحة؟ أي واحدة؟ تلك الصفراء ذات اللطع الزرقاء. ألا يعجبك ذوقها؟ وماذا هذا القارب الذي يتوسطها؟ كأنه سفينة قرصان. هذه الكرافات لا تصلح إلا للبحارة. وأنا ذاهب إلى نابولي. ولكنك لست بحارا. دع هذه الكرافات ولا تلبسها أبدا. حاضر، اخرجيها من الحقيبة. سأمزقها. يا مجنونة، لا يليق أن يمتلك حبيبي كرافات في مثل هذا الذوق الفاسد. هاتي يا مجنونة، أتعرفين ثمن هذه الكرافات التي لا تعجبك؟ مهما كان ثمنها فلا أحب أن تلبسها. لن ألبسها، ولكن لا تمزقيها. ولماذا تحتفظ بها ما دامت لا تعجبني؟ لأنها هدية من شخص أعتز به. فتاة ها؟ لا 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 لا، دعيها، ليست هدية من فتاة كما تتصورين. لا تصر على الاحتفاظ بها إلا إذا كانت من فتاة، ومن فتاة لا زلت تحبها. وهل تغارين إذا كنت أحب أختي؟ أختك ماتت كما قلت لي. أقصد أختي بالتبني، ابنة شارل سمحون يا مجنونة. وهل كنت تحب ابنة شارل سمحون؟ أنت تغارين حتى من خيالك. حسنا، هاتي الكرافات، ها هي، إنني أضعها في الدولاب لتتأكدي من أنني لن ألبسها. ولكنك لم تجب عن سؤالي، هل كنت تحب ابنة شارل سمحون؟ كيف أحبها يا مجنونة وهي أختي أمام الناس والقانون؟ ولكنك قلت إنك تعتز بها. أعتز بها كأخت. هيا دعي هذه الغيرة الحمقاء وتعالي نشرب كأسا في صحة سفري غدا. مع السلامة يا ديفي. مع السلامة. مع السلامة يا إستر. مع السلامة. هلو، لويز موجودة من فضلك؟ من يريدها؟ صديق قادم من الشرق. لويز في أثينا من يومين. وأختها ماري؟ ماري مريضة بالإنفلونزا؟ أهلا أهلا، الحمد لله على السلامة. اسمع، بكرة الساعة 7:30 في شارع المينا هيحصل الاتصال هناك، وحيكون لابس الكرافات دي. حسنا يا سيدي، بلغها تحياتي. شكرا. اتصال ازاي في المولد ده؟ حد يدي معاك في الشارع كله برات؟ هلا تتناول فنجانا من القهوة؟ لا،
قهوة ممتازة. قلت لا. مع فتاة رائعة. ابتعدوا وإلا ناديت الشرطة. مشاكلتم في شارع الملذات كلاكما أحمق. ابتعد أنت أيضا أيها السكير وإلا ناديت الشرطة. الشجاع لا يلجأ للبوليس. الشجاع يضرب يا عزيزي. هكا صدري. اضرب اضرب لو كنت شجاعا اضرب. الكرافتة. ايوه هي كرافتة. اضرب صدري مفتوح امامك. انت لا تستطيع ان تقف على قدميك من السكر. حقا سترى سترى. احترس انت ستسقط على الارض. تعال استرد الى ذراعي. اتظنني سكران؟ انت واهم. أنا أستطيع أن أتسلق جبل أثينا وحدي. نعم ولكن هذا لا يمنع من أن أستند على ذراعك لتوصلني إلى هذا البار. هيا هيا أنت فتى طيب. أنت فتى طيب. تعال. كم الساعة حسب توقيت جرينيتش؟ 5:17. تحت الصفر؟ لا فوق بركان أثينا. بعد ساعة في شارع أمبرتو رقم 27 الدور الخامس. وكلمة السر بكم أنا مدين لك. أتشرب معي كأسا أم أشربها وحدي؟ اشربها وحدك أفضل. ها هو البار أمامك. إذا دعني أبحث عن نديم شراب غيرك. إذهب اذهب عني. اذهب ونادي الشرطي. اذهب. هذه الدور الخامس بس ازاي اعرف اتكلم معاه ده وهو سكران طينه بالشكل ده؟ ها على العموم هنشوف. مساء الخير. مساء الخير يا سيدي. بكم انا مدين لك؟ تفضل يا سيدي. أهلاً 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 يا رأفت. يا بقالي سنين ما سمعتش حد بندهلي بالاسم ده. إيه وحشك أوي 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 ومصر كلها وحشتني. الحمد لله على السلامة يا رأفت. أنت ولحقت تفوق إزاي في ظرف ساعة؟ سر المهنة عزيزي. أقدم لك حسن القطان حلقة الاتصال اللي هتكون بيننا وبينك من دلوقتي. وأنا نديم هاشم اللي مصر بعتاني علشان أقابلك. أهلاً بمصر وريحة مصر. وازاي مصطفى بيه؟ بيسلم عليك. ومحسن ممتاز بيسلم عليك راخر. محسن بيه ده وحشنا قوي ونفسي اشوفه ونفسي اشوف مصطفى بيه كمان. لا انت عارف ان ده مستحيل. عارف يا نديم بيه عارف. اقعدوا بقى اتكلموا على بال ما اعمل لكم الشاي المعتبر. اتفضل يا نديم بيه انا تحت امرك. عاوز اسمع منك تقارير عن اللي عملته وشفته في اسرائيل في ال3 سنين دول. حاضر. استنى لحظة عشان أسجل الكلام اللي هتقوله. الجماعة في مصر يهمهم يسمعوا كل حاجة في صوتك. جاهز؟ جاهز. اتفضل قول. ضروري بقى محتاجين كوبايتين شاي تاني. رأفت اللي محتاج ده قاعد 2:30 يتكلم. بس ما تعبتش والله. أنا بقالي 3 سنين نفسي أتكلم عربي مع واحد مصري. أديك اتكلمت يا عم وقلت كلام مهم جدا. نفسي أسمع بقى. تحب تستريح شوية قبل ما نتناقش في اللي قلته؟ استريح ايه يا نديم بيه؟ اتكلم انا مشتاق اسمع. طيب نبتدي باول نقطة. انت بقالك 3 سنين في اسرائيل ما زهقتش؟ حد يزهق من الشغل يا نديم بيه؟ ما تعبتش؟ برضو حد يتعب من الشغل. يعني مش عاوز تنهي العملية؟ ايه انهي العملية والتعب اللي تعبته ده كله وال3 سنين اللي قضيتهم قايم نايم واكل شارب مع الصهاينة الملاعين كل ده بقى يروح حضر؟ وانهي العملية ازاي؟ وما انا كنت بحرق دم كل ده ليه؟ اشرب الشاي. اشرب اشرب وروق دمك. لا بصراحه ده سؤال يفور الدم. قال انهي العمليه؟ قال خلاص يا رافت ما تزعلش. خلاص سحبت السؤال يا اخي. مش معقول يعني. تعال بقى نتناقش في اللي قلته. اتفضل ناقش. انت دلوقتي وصلت هناك لمركز اقتصادي وسياسي كويس بس فكره انك ترشح نفسك عضو في الكنيسة دي لا. وانا اللي عاوز ارشح نفسي؟ الحزب هو اللي عاوزني. الحزب يعوز زي ما يعجبه انما انت لازم ترفض. ارفض ليه يا نديم بيه؟ انا في ديك الساعه لما ابقى عضو كنيسه واحضر لجانهم ومناقشاتهم واعرف قراراتهم السريه اهو مين عارف.
جايز من الكنيسة توصل أبقى وزير مثلا وكل سياستهم تبقى مكشوفة قدامي. والمشنقة تبقى فاتحة دراعتها وتقول لك بالحضن. لا ده متهيئ لكم، أصلكم لسه ما تعرفوش رأفة الهجان. جايز، إنما نعرف شغلنا كويس. عضوية الكنيسة لا، ده أمر. الأمر حنفذه حاضر، بس الأحسن أفهم ولا إيه؟ انتوا مش معايا هناك علشان استنى اوامركم في اي لحظة، لما اكون انا كمان فاهم بقدر اتصرف. طلبه معقول يا نديم؟ وهو كذلك. هشرح لك. انت دلوقتي لما تجيب لنا اسرارهم السياسية والحربية ونتصرف على اساسها، هيعرفوا ان لنا حد في اسرائيل بيمدنا بالمعلومات دي. طبعا. انما مش هيقدروا يعرفوا ان الحد ده هو سعادتك. برضو طبعا. لما تكون بقى عضو كنيسة ولا وزير وتتسرب لنا أسرار ما يعرفهاش إلا الوزراء ولا أعضاء اللجان في الكنيسة، أظن دايرة المشكوك فيهم هتكون ضيقة قوي. صح؟ صح يا نديم بيه. هيبتدوا يبحثوا وراء أعضاء الكنيسة والوزراء اللي عارفين السر ده بحكم مناصبهم. مين أحدث واحد دخل الكنيسة ولا الوزارة؟ أيوة بس مش هكون أنا لوحدي، أكيد هيكون في ناس تانية. الناس التانية دول مفيش في حياتهم أسرار، إنما حضرتك حياتك هتكون مليانة بالاتصالات والسفريات ومقابلات ناس أغراب. هيركزوا بحثهم وراك انت بالذات، ومؤكد هيكشفوك. فهمت؟ بصراحة دي كانت فايتاني، معلش. نتنقل للنقطة التانية. سكرتيرتك استر مالها؟ تقطع علاقتك بيها. استر دي هي مفتاح الامان بالنسبة لي في المجتمع الاسرائيلي. تقطع علاقتك بيها نهائي، ومش علاقة الحب بس، ترفدها من الشغل كمان. ده امر. شوف بقى جنابك، حكاية الامر دي في كل حاجة ما هي الصح. أنا مستعد أنفذ أي أمر طبعا بالصفة جندي، بس المصلحة بتقول حاجة تاني. أنا جندي وأنت القائد بتاعي، لكن أنا جندي لوحدي في الميدان وساعتك قاعد على مكتب في مصر. إن ما كنتش حبقى معاك في الصورة وفاهم الأوامر دي ليه، مش هقدر أتصرف صح. أنت بتحبها؟ أحب مين بس يا نديم بيه؟ أحب صهيونية متعصبة. جايز أثرت عليك؟ لو قلت العكس يبقى كلامك صح. أمال مش عاوز تقطع علاقتك بيها ليه؟ قلت لك يا بيه هي مفتاح الامان ليا في وسط الصهاينه. كفايه ان جوزها ضابط كبير في رئاسه الاركان. هو ده السبب اللي يخليك لازم تقطع علاقتك بيها؟ ده ضابط كبير في رئاسه الاركان في الجيش الاسرائيلي، يعني عارف ادق اسرارهم. لو فرضنا انك عرفت سر من الاسرار اللي ما يعرفهاش حد غيره، الموساد هيحصر اشتباهه فيه وفي مراته، ومراته عشيقتك، وتبتدي الدايره تلف لحد ما يحطوا ايديهم عليك. فهمت؟ بس معنى كده يا نديم بيبقى اني اقطع علاقتي بكل الناس اللي في وظائف مهمة؟ لا، الوضع مختلف. الناس دول ليهم اصحاب غيرك، وانت مش عاشق زوجة حد منهم، يعني الشبهة هتكون موزعة على ناس كتير. اظن بعد الشرح ده كله رأفت لازم تكون اقتنعت. اقتنعت؟ بس بصراحة البنت صعبان عليا قوي. لا تبقى بتحبها زي نديم ما بيقول بقى. أحب مين يا بيه؟ صل على النبي. يبقى مفيش داعي للمناقشة وتقطع علاقتك بيها. حاضر. النقطة التالتة، الأشخاص العشرة اللي بنقترح إنك تجندهم في شبكة المعلومات. مالهم رخينا بيه؟ تديني أساميهم علشان نعمل تحريات عنهم بمعرفتنا، وما تبتديش تجندهم إلا لما نقولك. أساميهم أهي مكتوب في النوتة دي يا بيه. وحد برضو يكتب أسامي زي دي في نوتة؟ افرض مسكوك لسبب ما وفتشوك. يا نديم بيه محدش في إسرائيل يقدر يمسك ديفيد شارل سامحون ولا يفتشه. أهلا، ده أنا شخصية مهمة أوي يا بيه. افرض الظروف حكمت ولا اللي مسكك ما يعرفكش. على العموم لو حد عتر على النوتة دي مش هيلاقي فيها حاجة. أهي اتفضل سعادتك، دور بنفسك على الأسامي. الله، دي ما فيهاش كتابة خالص. لازم كتب بالحبر السري. مظبوط، الحبر السري اللي ادهولي مصطفى بيه سنتين. بيه، بس الحبر ده الموساد عرفت سره. هنغيره؟ لا، مش هتستعمل حبر سري بعد كده، هتستعمل ده في كل اتصالاتك بينا. ايه ده بيه؟ ده كالكيلوتر. ايوه، آلة حاسبة صغيرة زي ما انت شايف. مش بتستعملها برضو في شركة السياحة؟ ومعايا واحدة في جيبي اهي. خلاص، هات اللي معاك وخد دي. ودي تخليني اتصل بيكم ازاي؟ فيها جهاز ارسال صغير جدا وقوي جدا. هتصل بكم باللاسلكي؟ بس دي طريقه خطر قوي يا نديم بيه. اي جاسوس بيبعت رسائل باللاسلكي بيقع، بيدوروا على الموجه وبيلاقوها وبيحددوا مكان الارسال ويعرفوا مين اللي بيقوم بيه وبيتمسك. عشان كده جهاز الارسال محطوط في الاله الحاسبه دي،
تحطها في جيبك، وكل ما تبعت رسالة تخرج بعربيتك تبعتها وانت ماشي، يبقى من المستحيل يقدر يحددوا الرسالة صدر منين. طب ازاي هبعت الرسالة وانا سايق؟ دي عايزة تشفير يا بيه، والتشفير عاوز تركيز. صعبة قوي اني اشفر الرسالة وانا سايق. مش صعبة بس يا رافض، دي مستحيلة. انت هتشفر الرسالة وانت في بيتك وتحولها لأرقام، الأرقام دي تسجلها في الآلة الحاسبة وتخرج تركب عربيتك، في أي حتة تلاقيها خلا تدوس على الزرار ومالكش دعوة بقى، الآلة هي اللي هتبعت الأرقام اللي انت سجلتها عليها. استريحت؟ دي آلة حاسبة هايلة قوي. دي أحد الصيحة في الاختراعات، وكل مندوبينا بيستعملوها دلوقتي. طب والشفرة بقى اللي هستعملها؟ كتاب الدليل السياحي الإسرائيل. عندك؟ سنة كام؟ السنة دي 59. عندي. تفك الرسالة اللي عاوز تبعتها لحروف، وتطلع كل حرف من أي كلمة في الدليل، تكتب رقم الصفحة والسطر والكلمة والحرف في الكلمة، اوعى تغير الترتيب. الصفحة وبعدين السطر وبعدين الكلمة وبعدين الحرف. الله، ما هو ده الترتيب الطبيعي، الله مش ممكن يتنسي. بعد ما توضب الرسالة بالترتيب ده، تسجل الأرقام على الآلة الحاسبة بالعكس، يعني تبتدي من آخر رقم وتمشي بالترتيب لحد أول رقم. وإحنا كمان لما هنبعت لك رسالة تراعي الترتيب ده وانت بتحولها لحروف. وهستقبل رسالتكم بالآلة الحاسبة دي برضو؟ لا، اي ترانزستور صغير ينفع بس يكون قوي. والموجة؟ هنحدد لك الموجة والمعاد طبعا، المهم انك تحفظ التعليمات دي. خلاص يا نديم بيه، حفظتها. وتلتزم بيها. بالامر. هنتناقش في دير اخرى. هاي ديفيد. هاي إستر. أين إلياهو؟ استدعوه للعمل بعد الظهر. تعال، السيارة على الرصيف خارج المطار. هل نجحت في مساومة شركة كوستا؟ فوق ما كنت أتوقع، ولكنهم أتعبوني جدا، لهذا لا سهر الليلة. ماذا تعني؟ ألا تشتاق إلي؟ وما فائدة الاشتياق إليك وأنا في مثل هذا التعب؟ خذيني إلى البيت لأنام. ألم تغير رأيك؟ سأغيره بعد أن أشبع نوما. تغيرت في هذه الرحلة يا ديفيد. عزيزتي، لست في حالة تسمح لي بالكلام ولا المناقشة، أريد أن أنام، وأنام فورا، وأنام عميقا. كلامي واضح؟ كما تشاء، اركب. دي لازم أستر، من عارف مش هخلص منها بالسهل. ألو ديفيد، ما هذا يا رجل؟ ألا تشتاق لأصحابك؟ مرحبا يا إلياهو. ما هذا الترحيب الفاتر؟ هل كنت نائما؟ نعم، وقلت لإستر أنني أريد أن أنام إلى الصباح. أخبرتني بهذا ورفضت أن تتصل بك، فلم يكن أمامي إلا أن أتصدى أنا لك. هل أستطيع أن أفهم ما هي المشكلة؟ وباختصار أرجوك. المشكلة أنني أقمت حفلة بمناسبة عودتك من اليونان، والمدعوون عندي الآن، كلنا في انتظارك. آسف، لا أستطيع الحضور. كلم سيرينا إذن، فهي التي تستطيع أن تقنعك. وادي يا ديفيد، أنت هتلبس وتيجي ولا أجي أجرك من السرير؟ مش عاوز أحضر الحفلة دي يا سيرينا، صدقيني. قلت لك هتحط السماعة وتلبس وتيجي ولا ها؟ يا ولية يا أخت إيشي، أنت عجزتي على الحاجات دي. ما تبقاش رزل أمار. إلياهو ترقى وعامل الحفلة دي بمناسبة الترقية. بمناسبة الترقية؟ أمال بيقول لي إن هو عاملها لي بمناسبة رجوعي من السفر ليه؟ بيمسح لك كوخ، وعارف إنك مش هتيجي. افهم بقى يا بتاع الظاهر. فهمت يا بتاع شبرا. هتيجي؟ هاجي بس علشان أحرجه. أوروفار. لنشرب في صحة الترقية. في صحة الترقية. في صحة إلياهو. في صحة أكبر كذاب. في صحتي إذن. تعترف إذن بأنك كذبت علي. الكاذب الأول هو زوجتي العزيزة إستر، فقد أكدت لي أنك لن تأتي لو انطبقت السماء على الأرض، أليس كذلك يا إستر؟ هذا ما أكده لي بنفسه وأنا أستقبله في المطار. إذا كنت اعتذرت عن دعوتك للسهرة، فليس معنى هذا أن أرفض دعوة أحد آخر يا إستر. هذا الآخر هو زوجي يا ديفيد. زوجك فيما بينك وبينه، ولكنه صديق لي، ولن تحجري علي في السهر مع أصدقائي. كفى، لا أحب أن تفسد السهرة بكلامك المستفز. ماذا؟
هل تشاجرتما؟ أبدا يا يوسف، ولكنني أحب أن أحتفظ بحريتي في السهر أو في عدم السهر. قلت لك كفى كفى يا ديفيد. ديفيد تعال تعال ارقص معي. ضع صوانة بطيئة الإيقاع يا إلياه لتتناسب مع سني. أوكي. هذه أول مرة تدعينني فيها لمراقصتك يا سيرينا. وأول مرة أرقص فيها منذ سنوات، ولكنني أردت أن أبعدك عن أسر. هل تشجرتما؟ أبدا. اشتغل علي يا واد اشتغل، ده أنا قبل سيرينا. قصدك تيزة سيرينا. يبقى ما تلفش على تيزة وقول الصراحة. اتخنقتوا؟ لا بس بصراحة أنا زهقت منها. كام سنة دلوقتي؟ 3 سنين ودخلنا في الرابعة. لا من حقي أخلع بقى. خلاص عارف إن كلارا هتفرح قوي. هي بالمناسبة ما جاتش ليه؟ يسلم، عاوز إستر تعزم ضرتها. صباح الخير يا سيدي. صباح الخير يا إستر. الميجور بخور يريد مقابلتك يا سيدي. سيدي سيدي، ما هذا الأسلوب الجديد يا إستر؟ الأسلوب الذي يرضيك ويرضي كرامتي. أما أنه يرضيني فلا، وأما كرامتك فلا أذكر أنني جرحتها في أي لحظة. أرجوك يا سيدي، هذا الموضوع انتهى. ماذا أقول للميجور بخور؟ ما دام هذا رأيك فأنت حرة. أدخلي الميجور. تفضل سيدي الميجور. ديفيد شارل سمحون، ابن شارل سمحون المليونير السكندري المشهور. ما هذا يا بخور؟ هل أفردت في الشراب ونحن ما نزال في أول الصباح؟ وصنف وقاك الله شر. تفضل بالجلوس، فعندي لك صنف يغسل ما شربت. ولهذا جئتك الآن. طول الليل أتشاجر مع زوجتي فأشرب حتى أتيت على زجاجة ونصف. ولما طلع الصباح قلت أتيك لأغسل معدتي بشراب محترم. وعندي ما تطلب. لم تذهب إلى عملك إذن؟ اللعنة على العمل، واللعنة على الجيش، واللعنة على إسرائيل كلها وعلى زوجتي قبل الجميع. أنا معك فيما يختص بزوجتي، أما إسرائيل والجيش فلا. في صحتك. في صحتك، أنت لا تعرف شيئا. الجيش مجنون وإسرائيل كلها مجنونة. تصور إنهم يريدون إسقاط ناصر بالقوة. كلنا نتمنى هذا، حتى أنت نفسك. نعم كلنا نتمنى أن يسقط هذا الرجل، ولكن يسقط من نفسه، أما بالقوة ثم هل تعرف كيف يفكر المجانين لإسقاطه بالقوة؟ بالطبع لا، لا أعرف. أقول لك في صحتك أولا. اسمع يا عزيزي، اسمع آخر ما وصل إليه جنون قادتنا وحكامنا. معلومات مهمة قوي يا نديم، مهمة قوي قوي. الولد ده مش عارف بيعتر على الأخبار دي ازاي، ولسه لما يكون شبكة المعلومات هيبقى حاجة تانية. رجعت التقرير اللي اتعملت عن أسماء اللي عاوز يجندهم، أظن وافقوا على 7 من 10. 8 مش 7. طيب عال ابعت له بقى انه يبتدي. كويس، 8 حلوين. هنبتدي بمين؟ نبتدي الو مين؟ ايزاك بن عميتايا ديفيد، ماذا تفعل الان؟ اعد بعض البرامج لرحلة سياحية. اما يكفيك العمل في الشركة حتى تعمل ايضا في بيتك؟ ايزاك أنت لم تتصل بي الآن لتحدثني عن عملي في الشركة أو في البيت. هل تورطت مرة أخرى؟ وأي ورطة يا عزيزي. كم؟ 300 شيكل. تعال لتأخذها، أنا في انتظارك. أدي أول واحد باخته كده. إيزاك جئت بسرعة. تفضل. أسعفني بالمبلغ أولا، فليس لدي وقت للجلوس والحديث. ولكن هناك ضرورة للحديث هذه المرة يا إيزاك، اجلس. ها حسن، ها أنا ذا أجلس. ماذا تريد أن تقول وبسرعة من فضلك؟ هل تعرف يا إيزاك أن ديونك تجاوزت 6,000 شيكل؟
نعم، فإن لم تكن وصلت إلى 7,000. إذن لن تلومني إذا سألتك كيف ستسدد هذا المبلغ. أنت تعرف وسبق أن تحدثنا في هذا الأمر. دع ما سبق من حديث وقل لي من أين ستسدد هذا المبلغ الكبير. بمجرد أن أربح في القمار. لا تتحدث عن الربح في القمار، فأنت لن تربح أبدا. ما هذه اللهجة الجديدة يا ديفيد؟ من حقي إذاك أن أخاف على أموالي، أو لعلك تتصور أنني أنثرها في الشارع على كل مريض مدمن قمار. هذه لهجة جارحة يا ديفيد. إنها 7,000 شيكل يا رجل، يعني نصف رأس مالي عندما فتحت الشركة، ولا تريدني أن أغضب وأنت تبددها في القمار؟ حسن حسن يا ديفيد، لا تغضب لا تغضب. ماذا تريد مني أن أفعل؟ لابد أن تبحث عن عمل آخر تكسب منه ما يكفي لتسديد ديونك. أنت تعرف أنني لا أحسن أي عمل غير الجندية. هذه ليست مشكلتي يا رجل. نعم هي مشكلتي أنا وحدي، ولكن ماذا أفعل؟ إنني يا ديفيد لا أحملك مشكلتي، ولكنني أطلب نصيحتك. انصحني يا ديفيد، أشر علي بماذا أفعل. إذا كنت غير قادر على تسديد ديونك، وإذا كان راتبك الذي تتقاضاه من الجيش لا يكفيك، فلابد أن تبحث عن عمل إضافي يدر عليك دخلا. لا حل أمامك غير هذا، صدقني. إنني على استعداد لأي عمل تسنده إلي. أنا أسند إليك عملا؟ أين؟ في شركتك. شركتي لا تحتمل وجود راف سير في الجيش موظفا بها. أي عمل؟ أي عمل يا ديفيد؟ أي عمل؟ حسنا سأحاول، ولكن هذه المحاولة لا شأن لها بتسديد دينك. أريد 6,000 شيكل حتى ولو لم أوفق في إيجاد عمل لك. طبعا يا ديفيد. قلت لي كم تريد؟ 200 شيكل. هل ستعطيني 200 شيكل؟ ما دمنا اتفقنا على أن تسدد ديوني، فلا مانع من إنقاذك من ورطتك، فأنت صديق على كل حال. ديفيد، ماذا فعلت بإستر؟ أين هي يا إلياهو؟ الساعة الآن 10:00 ولم تحضر بعد. هذه أول مرة تتأخر فيها عن العمل. حضرت بدلا منها لأعتذر عنها، ولكنني أسألك ماذا فعلت بها؟ أتعني أنها لن تحضر اليوم؟ لا لن تحضر، فماذا فعلت بها؟ هل هي مريضة؟ نعم، وأنت السبب. هي التي قالت لك إنني السبب؟ لا لم تقل شيئا، ولكن تصرفاتها معك في الحفلة، ثم رفضها أن تذهب للسهر عند سيرينا أمس لأنها لا تريد أن تقابلك هناك. أنا نفسي لم أذهب إلى سيرينا أمس، فما أصبحت اليوم سيئة المزاج ورفضت أن تأتي إلى الشركة، ورفضت أن تطلب منك إجازة بالتليفون، ورفضت أيضا عندما قلت لها إنني سأمر لأعتذر عن غيابها. كل هذا يا ديفيد له معنى لا يخفى عليه، فماذا فعلت بها؟ وماذا تتصور أن أكون قد فعلت بها يا إلهو؟ هل أنبتها على شيء أهملت؟ هي حساسة جدا كما تعلم، وكلمة تأنيب منك تجرحها مهما كانت بسيطة. إلياهو، أنت تعرف أن إستر أكفأ من أن تهمل شيئا تستحق من أجله التأنيب. فماذا إذن غيرها من ناحيتك؟ لا أعرف، صدقني. ولكن ما دامت مريضة كما تقول، فسأعطيها 3 أيام إجازة مدفوعة الأجر. قل لها هذا وبلغها تمنياتي لها بالشفاء العاجل. ألا تريد أن تخبرني؟ قلت لك لا أعرف ما غيرها من ناحيتي يا إلياهو، صدقني يا رجل. إذن هل تسأل عنها الآن في التليفون؟ كلمة منك تطمئن بها على صحتها قد تزيل ما في نفسها. إن كان هذا رأيك فلا مانع عندي. صباح الخير يا إستر. صباح الخير يا سيد ديفيد. سمعت أنك مريضة. سمعت من من؟ من إلياهو. لا تقل لها إنني الذي أخبرتك. هل مر إلياهو بك في الشركة؟ وها هو ذا يجلس أمامي، ومن رأيه أنني يجب أن أسأل عن صحتك بالتليفون. من رأيه هو. أشكرك. لا أظن أن مثل هذه المجاملة الشكلية لها قيمة بيننا بعد كل هذه السنوات التي عملنا فيها معا.
القيمة الحقيقية في عمل مفيد، ولهذا قلت له إنك في إجازة لمدة 3 أيام، إجازة مدفوعة الأجر طبعا. و لقد قطعت المكالمة، هل فيما قلته شيء يغضبها يا إلياه؟ ديفيد، لست أدري ماذا جرى لك، أنت تتصرف بطريقة اسمح لي أن أقول إنها طريقة شاذة. أنا؟ لقد أردت أن أصلح بينكما فزدت المسألة تعقيدا. سأنصرف ولن أتدخل بينكما بعد الآن. مرحبا يا دان. آسف اجئت على غير موعد ولكن لا عليك، فقد كنت على وشك الاتصال بك تليفونيا. حقا؟ جئت إذن في اللحظة المناسبة. ماذا كنت تريد مني؟ لنسمع أولا سبب حضورك على غير موعد كما تقول. نفس السبب الأزلي يا ديفيد. كلارا. كلارا؟ ما لها؟ تريد أن تشتري معطفا من الفرو يبلغ ثمنه ضعف مرتبي مرتين ونصف. المشكلة الأزلية كما تقول. فلما ضاقت الدنيا في وجهي قلت أمر بك حتى ولو دون موعد. أيها العزيز دان، إن ديونك فاقت الحد. ماذا؟ أنت تعلم إنني على استعداد دائما لمساعدتك، ولكن الأمر أصبح خطيرا. هل تعلم يا دان أن ديونك وصلت إلى 5000 شيكل؟ ديفيد، إنني على استعداد لأن أوقع لك إيصالات بكل ما اقترضته منك. وهل هذا يحل المشكلة يا دان؟ وماذا يحلها في نظرك؟ عليك أن تبحث عن حل. ألوف مشني دان رابونيفيتش لا يعجزه أن يحل مشكلته بضعة آلاف من الشيكلات. مواهبك كبيرة يا رجل، وإمكانياتك أكبر. ابحث لك عن عمل يدر عليك دخلا، هذا هو الحل الوحيد في رأيي، عمل إضافي يحقق دخلا. سبق أن طلبت منك أن تتخذني شريكا لك في عملك. دون رأس مال؟ رأس مال نفوذ إمكانياتي ومواهبي كما قلت لك. لست في حاجة إلى نفوذك يا دان حتى أدفع لك في مقابله. أنا لا أدفع إلا في مقابل عمل. وأنا لا أتقن شيئا إلا العمل العسكري. يفيد هذا شركتك؟ لا يفيد شركتي، ولكنه قد يفيد آخرين. من؟ هناك آخرون بغير شك يدفعون في مقابل خبرتك العسكرية. من؟ تكلم يا ديفيد، من هم هؤلاء الآخرون؟ سمعت أنا في لندن آخر مرة عن منظمة سرية. تريدني أن أعمل جنديا مرتزقا؟ إذا كان هذا يحل مشكلتك المالية فما المانع؟ غير أن الأمر ليس كما تتصور. ما هو إذا؟ فالمنظمة فيما سمعت تعمل من أجل السلام. أي سلام؟ وضح يا ديفيد، أي سلام تعمل له هذه المنظمة؟ السلام العالمي طبعا. ما اسم هذه المنظمة؟ لا أعرف بالضبط، فليست لي بهم علاقة مباشرة. وكيف يعملون من أجل السلام؟ أعني كيف أساعدهم على إقرار السلام العالمي؟ بالمعلومات طبعا. أية معلومات يا ديفيد؟ المعلومات التي تعينهم على تحقيق مهمتهم. هذا مفهوم، ولكن أي نوع من المعلومات يريدون؟ لا بد أنها معلومات عسكرية. ديفيد! ماذا يا دان؟ لكن ألا تعرف خطورة ما تعرضه علي؟ أعرف طبعا، ولكنني أريد أن أساعدك. تساعدني بمثل هذا الأمر المروع؟ إذن فلننسى الموضوع كله. طبعا يجب أن ننساه. هل سهرت أمس عند سيرينا؟ إنه أمر مروع حقا، يجب أن ننساه، يجب. اتفقنا يا عزيزي لننسى الموضوع. هل رأيت إستر وزوجها عند سيرينا أمس؟ إنه أمر خطير، خطير جدا. قد لا تعرف أنت خطورته، وقد لا تفهم ما وراء هذه المنظمات، ولكن عزيزي دان، لقد اتفقنا على أن ننسى الأمر كله. طبعا يجب أن ننسى الأمر كله، فلا تعود الحديث فيه أرجوك. هذا أفضل، هذا أفضل. والآن لنعود إلى موضوع كلارا. ماذا؟ كلارا، أنا مشتاق لكلارا يا دان. ما رأيك في أن نلتقي الليلة جميعا عند سيرينا؟ طبعا، ولكن موضوع المعطف. الحق إنني مشتاق لجميع الشلة. تصور أنني لم أذهب إلى سيرينا منذ 4 أيام.
العمل كثير يا دان، كثير وسخيف ويحرمني من لقاء الأصدقاء. هكذا ويزيد الأمر سخفا أن إستر مريضة وقد أخذت. إلى اللقاء إلى اللقاء يا ديفيد، إلى اللقاء. انتم لسه زعلانين؟ احنا مين؟ انت وإستر. لا 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 ابدا، الحاجات دي ما فيهاش زعل. اظن بقى من حقي اغير هوا بقى بعد السنين دي كلها، مش من حقي اخلع. انت مجرم. ابدا والله، ده انا غلبان. ديفيد ديفيد. بن عميتاي اصطادني، ربنا يستر. عن اذنك يا سيرينا. هلو ايزاك، اظنك خسرت في البوكر وتريد قرضا. اجل، اريد 100 شيكل فقط. ده فضل. تريد اكثر؟ ليس الان، ولكن قل لي ماذا فعلت في العمل الذي وعدتني به يا ديفيد؟ لا أتحدث في العمل إلا في مكتبي يا إيزاك. أريد أن أطمئن فقط، هل وجدت لي عملا؟ نعم وجدت لك عملا. وتريدني أن أنتظر حتى أمر بك في المكتب صباح غد؟ تعال تعال نتحدث في الصالة على انفراد. تعال. حدثني عن العمل الذي وجدته لي. ما رأيك في منظمة سرية تعمل من أجل السلام؟ ماذا؟ منظمة سرية؟ إن كان الأمر يزعجك إلى هذا الحد فلا داعي للكلام. لا لا، ولكنني أريد أن أفهم، هل قلت منظمة سرية؟ هذا ما قلته بالضبط. وماذا يريدون مني؟ بعض التعاون. أي نوع من التعاون هذا؟ لابد أنهم في حاجة إلى بعض المعلومات. أية معلومات؟ معلومات عسكرية طبعا. ها؟ وهذا ما أظنه. على كل حال يمكن أن. وكم يدفعون؟ رافض بيقول أنه جاند إيزاك بن عميتاي يا شريف. براف سيرن، أما الألوف مشني عاملي معاه. أهو اسمع تقريره. أما الألوف مشني دان رابنوفيتش فقد حصرته حصارا محكما ولا بد ان يقع. صحيح ان غروره وغطرسته ستؤخر العمليه بعض الوقت، ولكنني واثق من انه سيقع. رافت ده واثق بنفسه جدا جدا. مع حق. طب اما نشوف. ديفيد تعال، اريدك في كلمه. سبق أن سألتك عن حقيقة العلاقة بينك وبين كلارا. ونفيت لك كل ظنونك السيئة، ولذلك أسألك مرة أخرى وأريد جوابا صريحا. الجواب الأول صريح يا سيرينا، صدقيني. إذا صدقتك فكيف أفسر هذه المشاجرة الحادة التي بين كلارا وزوجها بسببك؟ بسببي أنا؟ هذا ما قاله لي دان بنفسه وهو غاضب منك غضبا شديدا. ألا ترى كيف يتحاشى نظراتك؟ لم يقل لك ماذا أغضبه مني؟ لا، ولكنني تصورت أنه بسبب كلارا، فقل لي أنت ما الذي أغضبه منك؟ لا أعرف، صدقيني لا أعرف. هل أنت على استعداد لتصفية الموضوع؟ طبعا. إذن انتظر. دان دان، تعال تعال أنت وديفيد، اجلس معا في هذه الغرفة ولا تخرج منها إلا بعد أن تصفي كل الخلافات بينكما. أخبرتني سيرينا أنك غاضب مني. بالتأكيد. ولم؟ لعلك لم تنس لقاءنا الأخير. وكيف أنساه وقد تركتني بذلك الأسلوب الفظ؟ أنا أحدثك عن اشتياقي لكم فتقاطعني عابسا. إلى اللقاء يا ديفيد، إلى اللقاء. ما هذا هدان؟ هذا أسلوب غير متحضر. كان من الصعب علي أن أبقى دقيقة واحدة. أنا لم أقل شيئا يغضبك. لم أغضب مما قلت، إنما أغضبني ما لم تقل. لا أفهم ما تقصد يا دان. ألم أطلب منك قرضا؟ طلبت ثمن معطف فرو لكلارا، ولكنك لم تحدد المبلغ. لأنك تجاهلت طلبي وأخذت تتحدث عن الشوق وعن العمل وعن. أنت لم تنتظر لأكمل كلامي يا دان، هل هذا ذنبي؟ لقد أحسست أنني أقف أمامك عاريا يا ديفيد. ليس بين الأصدقاء هذه الحساسية الشديدة يا عزيزي. ثم إنك لم تفكر طيلة الأيام الثلاثة التي مضت في أن تتصل بي.
مع أنك تعرف مبلغ حاجتي إلى المال. لأني لم أفهم سر انصرافك بهذا الأسلوب المهين. كنت غاضبا، والمصيبة أنني لم أكن أستطيع أن أذكر لأحد سبب غضبي. حتى كلارا عندما سألتني لم أستطع أن أخبرها، قلت لها إنني لم أقابلك. تكذب على كلارا؟ ولا عشرة معاطف فاروين تكفي لتغفر لك هذه الكذبة. المؤلم في الأمر يا ديفيد أنني مدين لك بمبلغ لا يستهان به، ولذلك عرضت عليك حلا لكل مشاكلك ولكنك رفضت. لم أرفضه تماما، كنت في حاجة إلى التفكير، فالموضوع ليس بالبساطة التي تتصورها. ثم إن الحياة في إسرائيل قد أنستك فيما يبدو الكثير من حذرك. حذري؟ أنت سليم النية يا ديفيد، سليم النية، ومن واجبي كصديق حميم لك أن أخاف عليك مثل خوفي على نفسي. وإما الخوف أيها العزيز دان؟ إن مثل هذه المنظمات التي حدثتني عنها قد تحمل وراء النوايا الحسنة أخطارا بلا حدود. ها؟ أتتكلم جادا؟ ألم أقل لك إنك سليم النية؟ ولكن كيف؟ وما هي الأخطار التي تخاف منها؟ قد لا تكون المنظمة للسلام ولكن للتجسس. للتجسس؟ حقا؟ حدث هذا في حالات كثيرة. في هذه الحالة من الواجب أن ترفض التعاون معها. أنا لم أخطأ بأنها منظمة للتجسس. يا غادية تقيل، يا خلف الدوران ده ما تقول وتخلصني. لابد أن أتأكد من الأمر قبل أن أقبل العمل معهم. وكيف تتأكد؟ بأن ألتقي بواحد منهم. لا أعرف إن كان هذا ممكنا أم لا. ولماذا؟ هل نسيت يا دان أنها منظمة سرية؟ حتى لو كان الأمر كذلك لا مفر، لابد من أن ألتقي بواحد منهم حتى أطمئن. سأحاول ولكني لا أعدك بشيء. قل لهم إن هذا اللقاء لا تنسى يا دان أنني لا أعرفهم. ولكنك تعرف على الأقل أنهم يدفعون جيدا. سمعت أنهم يدفعون بسخاء شديد. عليك إذن أن تدبر لي هذا اللقاء في أسرع وقت ممكن. أمري لله. أنا لا أستطيع أن أرفض لك طلبا يا صديقي العزيز، حتى ولو كان ثمن معطف الفراء. جالك كلامي؟ اهو رأفت نفذ اللي قال عليه وجند دان رابينوفيتش. انت تكسب. بس عمل ايه مع البنت اللي بتحبه؟ السكرتيرة؟ مفيش عنها اي اخبار لسه. ابعت له لازم يخلص منها وبسرعة. انتهيت من بريدي اليوم يا سيدي؟ نعم يا استر، وقعته كله. تفضلي امضائي على كل ورقة كما ترين. هل تأمر بشيء آخر يا سيدي؟ لا يا إستر، شكرا. هل تسمح لي بكلمة؟ تفضلي. أريد أن أعرف، فقط لمجرد المعرفة، وأعدك بألا أناقش. تكلمي يا إستر، ماذا تحبين أن تعرفي؟ أريد أن أعرف ماذا فعلت حتى تعاملني بهذه المعاملة؟ أية معاملة يا إستر؟ ديفيد، أرجوك دع اللفة والدوران وقل لي بصراحة. ما زادهاك يا إستر؟ هل عاودك المرض مرة أخرى؟ هل تريدين إجازة جديدة؟ لا مانع عندي، خذي إجازة أسبوعا لو أحببت. لا أريد شيئا إلا أن أعرف. هل تبخل علي حتى بالمعرفة؟ ماذا فعلت لك؟ ماذا أصابك في هذه الرحلة إلى اليونان؟ سافرت وأنت حبيبي، سافرت وأنت ديفيد الذي أجد الدفء في عينيه والحنان في لمسات أصابعه. ماذا حدث لك؟ ماذا غيرك؟ لقد صرت رجلا آخر، رجلا لا أعرفه. عيناك الدافئتان اكتست ببريق زجاجي بارد، أصابعك الحانية أصبحت تفر من لمس يدي كأنني ثعبان. ثم هذا الصمت، هذا التجاهل.
إن كنت أحببت واحدة غيري فقل لي، أنا لا أكره لك السعادة بل أتمناها لك حتى ولو كانت مع غيري، ولكن من حقي أن أعرف. قل لي يا ديفيد، قل لي إنك أحببت أخرى ولن أثقل عليك بعدها أبدا. قل أي شيء، ولكن لا تتركني هكذا. تكلم يا ديفيد، تكلم أرجوك. أنا إستر، أنا إستر قبل كل شيء. أنا إستر يا ديفيد، أنا إستر. لا، أنت مريضة بغير شك ومريضة جدا، لابد أن تستشيري طبيبا نفسيا يا إستر، وأنا على استعداد لدفع كافة المصاريف. سحقا لك ولأموالك، هل تظن أنك اشتريتني؟ لا 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 يا إستر، عفوا لم أقصد والله، ولكن من واجب الشركة أن تدفع نفقات علاج موظفيها، خاصة إذا كان الموظف كفءا مخلصا مثلي. كفى كفى، لم أعد أحتمل، لم أعد أحتمل، لم أعد أحتمل. ياه، رأفت ده ممتاز فعلا. أنا راجعت الأخبار اللي بعتها في الست شهور اللي فاتت، لقيتها كلها أخبار في الصميم. طبعا دي الشبكة اللي عملها فيها كل التخصصات، ضباط ومهندسين وعلماء ورجال اقتصاد، كله كله كله. مفيش أي نشاط في إسرائيل إلا وله فيه واحد أو اتنين. أظن أن الأوان أن يوسع الشبكة بقى، ولا إيه رأيك؟ رأيي نستنى سنة كمان لما الشبكة دي تثبت رجليها وتكتسب ثقة بنفسها. يعني رأيك يبتدي يوسعها في أوائل 66؟ مفيش مانع. الو الو ديفيد، سيرينا، ايه اللي صحاكي بدري كده يا تيزا؟ تيزا في عينك يا ولد، قريت الجرايد؟ لا، ايه حكاية قريت الجرايد النهاردة؟ لسه يوسف سألني السؤال ده ما بقالوش دقيقة. يوسف الأزرع؟ انا قلت هيعمل كده برضو. وايه اللي في الجرايد عاوزيني كلكم اقراه؟ ما قالكش؟ قال لي في ضيف واصل تل ابيب وعاوزني اقابله. عارف الضيف ده مين؟ لا. اما تيجي هقولك. خلصيني وقوليلي دلوقتي. لا، ما ينفعش، ما ينفعش كلام في التليفون. لما تيجي هقولك، بس ما تتأخرش. أرفوار. أرفوار. مالها الولية متلخبطة كده ليه، مش على بعضها؟ هيكون ايه اللي حصل يعني؟ كويس انك جيت بسرعة يا ديفيد. ما انت رعبتيني، ايه اللي حصل؟ مسكوا جاسوس من مصر. ايه ده بقى، بتكشف نفسها قدامي ولا ده كمين عامله ايه يا يوسف؟ ما هو مشهورك دلوقتي. شفت انت بلمت ازاي عشان تعرف ان ليه حق ترعب؟ حلو، دي مش بتكشف نفسها، ده كمين مؤكد. انا لا بلمت ولا شايف ان ليك حق تترعبي. هما سكت وسرحت ليه؟ سكت مستني تكملي وسرحت بسأل نفسي، مسكوا جاسوس من مصر، طب انا مالي وانت شخصيا مالك؟ لا انا ولا انت لينا اي علاقه بالمسائل دي. ملناش علاقه ازاي بس يا ديفيد، احنا مش مصريين. احنا اسرائيليين يا سيرينا. ايوه ايوه، بس جايين من مصر ودلوقتي هيشكوا فينا. يشكوا فينا علشان جايين من مصر؟ ما يوسف لازرع شخصيا جاي من مصر، ثم افرض انهم هيشكوا فينا. عندك حاجه يمسكوها عليكي؟ ايوه عندي. عندك؟ يخرب عقلك، عندك ايه؟ عندي الجوابات الغراميه اللي كان حبيبي في مصر بيبعتها لي. ودي فيها ايه دي؟ فيها ايه يا جوليت القرن العشرين؟ ارجوك انت بتتخر مني، لو لقوها عندي هيعرفوا اني لسه مرتبطه عاطفيا بمصر. والله انت مجنونه، وانا اجن منك علشان سمعت كلامك وجيت. قومي قومي، املي لنا كاسين بلاش جنان، يلا قومي. ديفيد أيها العزيز، سأخبرك بسر لا يعلمه أحد حتى زوجاتي، أو لنقل إنها تعلمه ولكنها نسيته. نعم نسيته تماما، غرقت إلى أذنيها في قراءة التلمود حتى نسيته، وهذا من حسن الحظ. حسن حظي أنا طبعا، أليس كذلك؟ تسألني؟ نعم، املأ كأسي أولا. ماذا كنت أقول؟ نعم،
أليس من حسن حظي أن زوجتي نسيت؟ عزيزي تسألني عن شيء لم أعرفه بعد؟ ما هذا الذي لم تعرفه بعد؟ بصحتك قلت لي سأخبرك بسر ثم مضيت في الحديث ونسيت أن تخبرني بهذا السر. في صحتك؟ في صحتك. ألم أقل لك إن اليوم عيد ميلادي؟ عيد ميلادك؟ نعم، عيد ميلادي 50. أليس اليوم هو 25 من إبريل سنة 1967؟ أنا ولدت في مثل هذا اليوم سنة 1917. لنشرب نخب عيد ميلادك إذن. لو كنت أعلم يا عزيزي لأعددت لك حفلا رائعا. لا لا، لا أحب أن أحتفل بعيد ميلادي وسط الناس، أفضل أن أحتفل به هكذا أنا والكأس وصديق واحد أحب. في صحتك. في صحتك. هذا يساعدني على النسيان يا ديفيد، يساعدني على أن أنسى، أنسى أنني أعيش وسط مجموعة من المجانين. كل العالم مجانين يا عزيزي. صدقت، ولكن أكثرهم جنونا، وما هذه الحفنة التي تحكم إسرائيل؟ تصور، تصور أنهم قرروا تصفية عبد الناصر وجيشه تصفية نهائية. وهل يستطيعون؟ هذا ما يتصورونه. عبد الناصر يا عزيزي عنده جيش قوي، هو أكبر قوة ضاربة في الشرق الأوسط. ربما، ولكن ما جدوى القوة أمام الكمائن؟ قرب كأسك لأملاه. لا أظن أن تصفية الجيش المصري سهلة يا عزيزي. ولكنهم مصممون عليها وسيفعلونها في خلال الشهرين القادمين، ولن تنقضي سنة 67 حتى يكون عبد الناصر قد سقط نهائي. في صحتك. في صحتك. كنت اليوم في اجتماع في رئاسة الأركان، اجتماع حضره كل المجانين، كلهم بلا استثناء، وكانوا يناقشون تفاصيل خطة مجنونة لاستدراج المصريين. وخطتهم تعتمد على 3 مراحل. المرحلة الأولى خلق أزمة على الحدود الشمالية، وخلقوها فعلا مع سوريا. ده يؤكد أن أخبار رأفت مظبوطة. اسمع بقية التقرير. المرحلة الأولى خلق أزمة على الحدود الشمالية بطريقة تستثير رد فعل انفعاليا عند الرئيس عبد الناصر بصفته زعيما للقومية العربية، فيهدد ويحشد الجيش المصري في سيناء. ثم تبدأ المرحلة الثانية، وهي التظاهر بانفراج الأزمة ثم إعادة تعقيدها ثم انفراجها ثم تعقيدها وهكذا. والهدف من هذا التذبذب هو بلبلة جنود الجيش المصري وضباطه والتداعب بأعصابهم، فلا يعرفون إن كانوا سيحاربون أم لا. وعندئذ تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة، وهي ضرب الجيش المصري ضربة مفاجئة في لحظة يتصور فيها الجميع أن الأزمة قد انفرجت، فيتراخون في المراقبة والاستعداد للحرب. وفي نفس الوقت يكون الرئيس عبد الناصر قد بلغ الذروة كبطل في نظر الجماهير، مما يضمن بعد الهزيمة رد فعل جماهيري عنيف ضده يؤدي إلى سقوطه. وقد حددوا 2 للوصول إلى هذه النتيجة. انتهى. ده تقرير بيرسم صورة كاملة ودقيقة للي هيحصل خلال 2 الجايين، ولازم يتقدم للقيادة زي ما هو كده من غير أي تلخيص. وعاوزين نبعت لرأفت إنه يفتح عينيه ويبعت لنا رسالة يومية بكل اللي بيحصل. لازم نستفيد من الشبكة الواسعة اللي عملها هناك. الرسالة هتوصله النهاردة. ديفيد، لماذا لم تدخل الكنيسة كما طلبوا منك في الحج؟ على الأقل كنا سنجد صوتا عاقلا وسط هذه الأصوات المجنونة التي تنادي بالحرب. رجل الأعمال الناجح لا يضيع وقته في المناقشات السياسية يا سيرينا. يظهر أنك نسيت أنك في بدء حياتك كنت مكافحا صلبا في سبيل الصهيونية.
وماذا كسبت من هذا الكفاح يا عزيزي؟ لا شيء غير التشرد والخوف والفقر. اطمئن يا ديفيد اطمئن، ستعود إلى هذا كله، بل سنعود كلنا إليه إذا أفلح دعاة الحرب هؤلاء في إشعالها. ألا تريدين أن نحارب المصريين يا سيرينا؟ لا، الحرب تفسد سهراتي يا يوسف. وأنا أيضا لا أريد الحرب لأنها ستعطل نشاطي الاقتصادي. ولكن المصريين سيحاربوننا إذا لم نحاربهم نحن. ألا تقرؤون الصحف؟ لقد هدد عبد الناصر بإلقاء إسرائيل في البحر. وصدقته يا يوسف، أنت عشت في مصر في شبابك، فهل رأيت المصريين دعاة حرب؟ ماذا يا سيرينا، من يسمعك تتحدثين عن مصر بهذه اللهجة يرى أنك مصرية لا إسرائيلية. ألا تعرف السبب يا عزيزي؟ لقد كانت تحب فتى مصريا. حقا؟ وكان حبي الأول. حبك الأول اليوم لابد أن يكون لإسرائيل يا سيرينا. كبستك يا جو. مدام اتكلمت عربي يبقى حنت للحب القديم. ها؟ إنما ما تتعبيش نفسك، لازم حنجيب مناخير المصريين الأرض. المنظمة تطلب مزيدا من المعلومات يا دان. وهل قصرت في شيء يا ديفيد؟ كل ما طلبوه قدمته لهم. هذا صحيح، ولكنهم يريدون ألا يقتصر نشاطك على الإجابة عن أسئلتهم. إنهم يطلبون أن تقدم لهم تقريرا عن كل ما تراه أو تسمعه في أثناء عملك في الجيش، ويقولون إن الموقف تأزم في الشرق الأوسط ولن يستطيعوا منع الحرب إلا إذا بذلت نشاطا أكبر. أنا أفعل ما في وسعي، وإن كنت أستبعد أن يتمكنوا من منع الحرب. لقد طلب عبد الناصر سحب قوات الطوارئ الدولية، وهذا يعني أنه مصمم على الحرب. رأفت بيسأل في آخر الرسالة، ليه الأمور ماشية كأن مصر بتتجر للكمين الإسرائيلي؟ قل له مالوش دعوة، مهمته يبعت الأخبار وبس، ومالوش دعوة بنستفيد بيها ولا لأ. بيني وبينك أنا بسأل نفس السؤال، قدمنا للقيادة خطة مفصلة للكمين، ومع ذلك كل التصرفات والخطط ماشية في طريق تنفيذ الكمين. تقدر تقول لي ليه سحبوا قوات الطوارئ وقفلوا خليج العقبة ليه؟ ما هو ده اللي عاوزاه إسرائيل زي رأفت ما شرح في التقرير بتاعه. يا نديم يا نديم، القيادة عندها أسبابها الخاصة، ما يصحش نسأل ومش شغلتنا نسأل. يعني نجرر الحرب زي إسرائيل ما هي رسمة؟ ما يمكن دي تكون خطة أخرى، نمشي مع إسرائيل في خطتها عشان إحنا اللي نجرها الكمين موضبين هولها. معنى كده إننا هنحارب. جايز؟ لا مش جايز، بالطريقة دي لازم الحرب هتقوم. ديفيد، إذا كنت تريد أن تمنع الحرب مع مصر فأرسل هذه البيانات فورا إلى المنظمة. وما لك متوتر الأعصاب هكذا؟ اقرأ ما في التقرير وأنت تعرف سبب توتر أعصابي. يبدو أنها معلومات خطيرة فعلا. أرسلها للمنظمة فورا، فهذه آخر فرصة أمامهم لمنع الحرب مع مصر. ضرب الطيران مركزة في 7:15 صباح 5 يونيو، يعني بعد بكرة. أيوة، والطيران منخفض ليتحاشى الرادار، والهدف ضرب الطائرات المصرية وهي على الأرض، ثم هجوم بالمدرعات في 9:05 على المحاور الآتية. دي خطة الهجوم الإسرائيلي بالتفصيل. هات مفيش وقت نقرأ، لازم تكون دي قدام القيادة حالا. برافو برافو يا رأفت، ابعت له تهنئة واشكره باسم مصر كلها. والله خلصنا على إسرائيل، خلصنا عليها وخلصنا منها، كلها كام ساعة وندخل تل أبيب. وقد عبرت القوات المصرية المنهزمة إلى غرب قناة السويس، بينما رفع جيش الدفاع الإسرائيلي علم إسرائيل على الضفة الشرقية للقناة. الله، في ايه؟ ايه اللي حصل؟ مش حال ما كنتش بعت لهم الخطة بالتفصيل؟ ايه اللي حصل؟
اشفعوا. انا لازم اسافر مصر، لازم ارجع مصر. اهلا يا رأفت، انت طلبت تيجي مصر وادينا جبناك، طلبت تقابل المسؤولين وهم قدامك شريف محمود سليم. تسمحوا يا بهوات تفهموني ايه اللي حصل وحصل ليه وحصل ازاي؟ فهموني فهموني احسن هتجنن. ايه ده يا رأفت؟ هذا ازاي يا بيه؟ طب انت هادي، وانت يا بيه هادي، وانت يا نديم بيه عارف تهدى، قادر تهدى. على العموم انا ما عنديش كلام اقوله، انا جيت مصر ومش راجع تاني. كفاية عليا 13 سنة في اسرائيل وانا كل ليلة فيهم بحلم بحبل المشناة، واخرتها ايه؟ ده انا اديتكم اسرائيل في ايديكم، لفتها لكم في ورق سلوفان وقلت لكم اتفضلوا. انا مش بعت لكم انهم هيضربوا في 5 يوليو، انا مش بعت لكم توزيع الفرق اللي هتهاجم، ده انا بعت لكم وحط خط سير كل كتيبة وعدد الدبابات اللي فيها. طب ايه اللي حصل؟ ايه اللي ضيع ده كله؟ ساكتين ليه؟ ما حدش بيتكلم ليه؟ ردوا عليا، ردوا فهموني ايه اللي حصل وليه؟ ردوا. معلش يا رفض، انت مش شايف اننا تعبانين زيك ويمكن اكتر منك؟ طب ليه وايه اللي حصل؟ زي ما انت عملت اللي عليك احنا كمان عملنا اللي علينا. طب اللي حصل ده حصل ازاي؟ حصل ازاي؟ ما نعرفش، احنا زيك بالظبط. زيي؟ لا مش زيي يا بيه. انت سعادتك بتنام كل ليله وحبل المشنقه بيتهز قدام عينيك. على كل حال خلاص، انا مش راجع اسرائيل تاني، انا بالحكايه ما منهاش فايده، ايه لازمه وجودي هناك؟ انا مش راجع تاني. خلاص خلاص خلاص، ما ترجعش، خليك هنا. والشبكه اللي هناك بقى شوفوا لكم صرفه فيها. ما تشيلش هم الشبكه. اسمع رأفت، احنا عارفين انك تعبان قد ايه، وشايفين ان معاك حق في كل اللي بتقول، اي حاجه انت عاوزها هنعملها لك، والنهارده ممكن تستلم بطاقتك الشخصيه باسمك الحقيقي، وكل طلباتك هتتنفذ، ومعاشك موجود، وحقك على البلد محفوظ. ويمكن نحتاج لخبرتك معانا هنا يا رأفت. اي طلبات تانية يا رأفت؟ لا انا ماليش طلبات غير اني ارجع مصر. ما انت في مصر دلوقتي يا رأفت. معلش ما تهزليش يا بهوات، انا مش في وعي، مش قادر اتحكم في اعصابي، مش قادر اتحكم في اعصابي. معلش يا رب، معلش احنا مقدرين مشاعرك، ولو مطرحك كنا حسينا بنفس المشاعر وتصرفنا نفس التصرف وقلنا نفس الكلام بصدمة عنيفة، لكن المهم اننا نمتصها وننتصر عليها. مش الرجاله بيعملوا كده؟ ايوه. معلش، بتحتاج الوقت طبعا عشان نمتصها، فلازم نهدى ونفكر كويس. انت عايز ترجع مصر؟ رجعناك مصر. فكر في الكام يوم الجايين دول في مستقبلك هنا، شوف عاوز تعمل ايه هنعملهولك، عاوز تشتغل فين هنعينك، كل اللي انت عاوزه هننفذه لك. انا عاوز انام، عاوز اروح وانام مليون سنة. على اذنكم، السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام يا رب. مسكين، الصدمة زلزلته زي ما زلزلتنا كلنا، بس هيرجع اسرائيل. بعد اللي قاله ده ما اظنش هيرجع. انا اكتر واحد عارفه فيكم، وبقول لكم انه هيرجع. كنت جاسوسا في اسرائيل.
القصة الحقيقية لشاب مصري خدع المخابرات الإسرائيلية 20 عاما داخل إسرائيل. رأفة الهجان. بطولة آثار الحكيم فاروق الفيشاوي، ولأول مرة الإذاعية سناء منصور، وحشد من كبار النجوم. كنت جاسوسا في إسرائيل. أعدها للإذاعة عبد الرحمن فهمي عن رواية صالح مرسي. رأفة الهجان. رأفة الهجان إخراج محمود يوسف. السلام عليكم. أهلا يا رأفة. السلام ورحمة الله وبركاته. ها نمت امبارح كويس؟ الحمد لله نمت وهديت، وجاي اعتذر على اللي قلته امبارح. يظهر اني كنت تعبان وعصبي ومحتاج لحد افرغ فيه الشحنة اللي كانت جواي. معلش اهي جت فيكم بقى بهوات. معلش. امر الله بقى يا سيد رافض. يعني انت دلوقتي عندك استعداد نتناقش؟ انا هقش واتناقش واخد ودي معاكم زي ما يعجبكم. قول يا نديم بيه. قول عاوز حضرتك تقول ايه. اولا احنا رتبنا لك كل حاجة زي ما قلنا لك امبارح. زي ايه يعني؟ اخترنا لك فيلا في المعادي تسكن فيها، واشترينا عربية جديدة باسمك، وجهزنا لك وظيفة محترمة تاخد فيها مرتب وزير. حلو. ده غير رصيدك في البنك. وانا ليه رصيد في البنك هنا؟ ايه يا سيد رأفت، انت مش لك عندنا مرتب شهري بقالك 13 سنة؟ ولا فهمنا كنا بنشغلك سفلقة؟ جايز. لا يا سيدي، مرتبك كنا بنحوله لك كل شهر باسمك على البنك لحد ما تكون لك رصيد كويس قوي. كم يا نديم؟ فوق 15,000 جنيه، ده غير مكافأة نهاية الخدمة. ثم حساباتك في بنوك أوروبا اللي كنت بتحولها من حساب شركة السياحة في إسرائيل. مالها رخ؟ نحولها لك على مصر إذا حبيت. ده أنا حبقى مليونير على كده. فيلا وعربية ومرتب وزير ورصيد في البنك. أنا بحلم بهوات، والله بحلم. معقول هتدولي ده كله؟ ده حقك يا رأفت. بس ايه رأيكم بقى اني نويت ارجع اسرائيل؟ حسيب كل اللي بتقولوا عليه ده وارجع اعيش في اسرائيل تاني. جالكم كلامي؟ انت قلت لهم اني هرجع اسرائيل يا نديم بيه؟ بعد ما خرجت امبارح على طول. تبقى انت اللي فهمني كويس يا نديم بيه. ما الذي أخرك هذه المرة يا ديفيد؟ قلت إنك ستقضي أسبوعا في روما فقضيت 3. فهمني يا يوسف، ها؟ أنت صاحب الشركة أمانة. قلت سأغيب أسبوعا فغبت 3، ما لك أنت؟ من الآن سيكون سفرك وعودتك من شؤوني أنا. نعم. وبأي حق؟ بحق الشريك. شريك؟ نعم. يظهر أنه لا يعرف شيئا. ألم تخبريه يا سيرينا؟ لا، تركت مفاتحته في الموضوع لك. لا، نتكلم بقى عربي علشان افهم كويس ايه الحكاية. شوف يا سيدي، انا وسيرينا قررنا ندخل معاك شركة. انتم قررتم؟ يا فرحتي. طب انا مش موافق. الله، هتوافق بعد ما تعرف. اعرف ايه؟ ما تفهموني. سينا، اشمعنا؟ بعد ما بقت بتاعتنا عاوزين نستغلها. العصابة بتوزع المسروقات يا ديفيد. وطبعا أهم حاجة هنسرقها من سينا إيه بقى؟ البترول والسياحة. البترول ملكش دعوة بيه. أنت بقى بتاع السياحة. وحيت إني رأس مالك مش هيكفي، قلنا ندخل معاك شركة يوسف وأنا. قلت إيه؟ مشروعات سياحية سينا؟ يعني أقدر أخدها رايح جاي من أولها لآخرها، وكل المواقع العسكرية حفوت عليها. ده هيبقى كنز معلومات ينفع لما نيجي نحاربهم، وهيشاركني الموساد شخصيا. دي فرصة ما تتعوضش. الله، ما بتردش ليه؟ بفكر يا اخي. الله، ايه ما فكرش؟ فكر يا نور عيني على مهلك. ايه هو ده؟ ما فيش وقت للتفكير.
إن ما عجبكش في 60 شركة غيرك هتقول لنا أهلا وسهلا. موافق ولا لا؟ طب مش عارف الأول هتخش في الشركة بكام؟ ها بالتلت والتلتين. أنت ليك التلتين طبعا، وانت وسيرينا هتقسموا التلت مع بعض. لا مالكش دعوه بقى، المهم احنا الاثنين هندفع لك تلت راس المال ولينا تلت الارباح. ها موافق؟ موافق. طيب جهز العقود بقى وهاتها بكره معاك نمضيها هنا انا وسيرينا. ها شالوم. ما تقعد يا جو، رايح فين؟ ورايا شغل. الامبراطوريه الجديده اللي كتبناها في الحرب عاوزه شغل كتير. شالوم. شالوم. بتتفق عليا من ورايا يا سيرينا؟ والله عال. دي بقى فكرة يوسف، قال لي وانا وافقت، مع اني هدفع المبلغ لوحدي. ازاي بقى؟ مش هتقسميه بينك وبين يوسف؟ وهو يوسف بيدفع فلوس في حاجة برضه، امال وظيفة فايدتها ايه؟ الله، طب وانت ايه اللي خلاك توافقي؟ اقول لك الصراحة، بس اوعى تقوله. قولي. سينا حتة من مصر، وانا نفسي اعيش في مصر، نفسي اقف على ارض مصريه زي زمان واشم هواها واقول يا حبيبتي يا مصر. انت مجنونه تقولي كلام زي ده؟ دي خيانه. ما انا ما بقولش الا ليك يا واد، وانا واثقه فيك، وواثقه كمان انك بتفكر زي. اقطع دراعي ما كانت الوليه دي زي، بس بتشتغل لفرع تاني. هي رفض. جيت روما ليه من غير معاد؟ يا اخي قول لي حمد لله على السلامه الاول. حمد لله على السلامه يا سيدي. ها اتفضل. ايه ده رأفت؟ دي التصميمات الهندسيه لخط دفاع جديد هيبنوه على القناه، اسمه خط بارليف. برافو يا رأفت، برافو. عرفت ليه بقى جيت من غير معاد؟ ولا كنت عاوزني ابعته باللاسلكي؟ لا 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 رأفت، عملت طيب. انا هاخد اول طياره لمصر واسلمه لهم. رأفت عاوز حاجه من مصر؟ نفس المره دي يطلع تعب الفايده يا حسن. ان شاء الله يا رأفت، ان شاء الله. اديك شايف التغيير الكبير اللي حصل، وبشوف اثر هناك. شفت الرعب في عيون القوات اللي ببعتوهم جبهة سينا. شدوا حيلكم بقى، كل حاجة لها وقتها رأفت، المهم استمر. يعني اوسع المشروعات السياحية؟ وسع يا اخويا، اهو كلها راجعة لمصر ان شاء الله. في موضوع عاوز اكلمك فيه يا حسن. تحت امرك. بفكر في الجواز. الجواز؟ لا ابعد الفكرة دي عن مخك تماما. السنين بتجري يا حسن يا اخويا. مش دلوقتي يا رأفت، اصبر شوية. لحد امتى؟ هانت يا سيدي. افهم من كده ان المسألة قربت. بقولك ايه، بلاش حداقة، اصبر وخلاص. نص مليون شيكل بس؟ انت ضلالي يا ديفيد. نص مليون شيكل ارباح ليك انت وسيرينا في سنتين ونص. ايه عاوز تنهب؟ ده صحيح يهودي ما يملاش عينك الا التراب. بقى مشروعات في العريش، وفندق في شرم الشيخ، وقرى سياحية على طول شواطئ سينا، كل ده يكسب مليون ونص بس. يعني انت يا اخويا دفعت حاجة من جيبك؟ اللي يسمع كده يقول ده شارك في رأس المال بصحيح. اسمع. نعم. مش عاجبك روح شوف لك حد تاني شاركه في فقرك. على ايه؟ اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. طيب عاوز حاجة من روما؟ الله، انت مسافر برضه؟ ايه عندك مانع؟ لا 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 ابدا، مدام فيها فايدة سافر وسافر وسافر كمان. كلها يومين وارجع مش اكتر. قولي وانت السفر؟ بكرة. تعرف يا رأفت ان الناس كتير في مصر زعلانة قوي من المشروعات السياحية اللي انت عاملها في سينا؟ حقك تخف شوية احسن، دي بقت استفزازية قوي. اخف ايه يا حسن بيه؟ دي بلدي، وكل قرش اصرفه فيها هينفع بلدي لما تسترد سينا. بس الجدعان بقى وحاربه. كل شيء بأوان ورأفت. بس الحكاية طولت قوي، ده احنا دخلنا على السنة السادسة اهي. كل شيء بأوانه قلت لك. امرك. في نقطة تانية عاوز اخد رأيك فيها. ايه الموضوع؟ ياه موضوع الجواز، عاوز اتجوز. اوعى. ليه بس؟ ده انا دلوقتي في وضع سليم 100%. قلت لك يا رأفت اوعى تعمل العملة السودة دي. رأفت انت عارف المندوب اللي مسكوه من 3 سنين واللي سيرينا قالت لك عليه؟ ماله؟ ده كان أرمني من مصر، زرعناه في يهود أمريكا اللاتينية زي ما زرعناك في مصر. كان بيشتغل كويس، يمكن زيك وأكتر. بالك بقى إيه اللي خلاهم مسكوه؟ الجواز؟ أيوة، اتجوز واحدة من إسرائيل، شكت فيه، بلغت عنه. ها؟ تحب تقع زي هو ما وقع؟ لا مش هيحصل. هيحصل إذا اتجوزت. اصلي مش هتجوز واحده من اسرائيل، دي المانيه عايشه في ميونخ. ولما تتجوزها رأفت
هتفضل في ميونخ ولا هتعيش معاك في اسرائيل؟ هتفضل في ميونخ. يبقى جواز باللاسلك بقى. ما انا هعيش انا اخر في ميونخ. رأفت تجرى لعلك حاجة ولا ايه؟ بس ما هو لو تخلينا اكمل كلامي تستريح وتريحني. اتفضل. اوي اولا انا هخطبها بس دلوقتي مجرد خطوب، وبعد ما نحارب باذن الله ونطرد اليهود من سينا هتنتهي مهمتي في اسرائيل. ساعتها اقدر انقل اعمال لالمانيا واتجوز هيلين واعيش هناك. ينفع ولا غلط؟ مادام هتستنى لحد ما تنهي مهمتك يبقى الموضوع مختلف. بس ايه اللي يخليك تعيش معاها في المانيا؟ ما تيجوا انتوا الاثنين تعيشوا في مصر احسن. ما انا فكرت في الحكايه دي بس لقيتها غلط. سعادتك عارف ان ليا شبكه في اسرائيل من 259 واحد. هو صحيح ما يعرفنيش منهم الا 15 الاساسيين اللي زي ايزاك بن عميتاي ودان رابونيفيتش، انما دول عارفين بقيه الشبكه لان هم اللي مختارينها ومجندينها. كويس كويس. ها وبعدين لما اتجوز هيلين واجيبها واعيش في مصر الموساد مش هتعرف؟ نعمل احتياطاتنا بحيث ما يعرفوش. الاحتياطات دي تنفع لو انا لوحدي. رأفت الهجان عمل ديفيد سامحون 20 سنه وبعدين رجع رأفت الهجان تاني، ممكن المساله بالشكل ده تتغطى. انما هيلين اللي هتجوزها باسم ديفيد سامحون هتفضل هي هيلين لما تبقى مرات رأفت الهجان، كده ولا لا؟ مظبوط. اذن الموساد هتعرف بسهوله ان ديفيد شارل سامحون هو كان جاسوس عليهم لمده 20 سنه. طب مين اصحابه؟ اظن واضح. مظبوط يا رأفت، هيمسكوه. واذا مسكوهم كل واحد هيقر على الخلايا اللي هو عاملها، تنهار الشبكه ويبقى تعبنا راح على الفاضي. يبقى الاحسن اني افضل عايش في المانيا باسم ديفيد شارل سامحون. غلطان انا؟ ما اقدرش اقول لك لا، لازم ارفع الموضوع للرئاسه وهم اللي يقرروا. وانا مستني قرارهم على نار. بس يلا بقى حاربوا وخلصونا. ايه يا يوسف، المسار ودبوكوا معلقة؟ مش ممكن تكون زيي دي بتكشف نفسها بطريقة عيالي قوي. لا مش ممكن. قعدتم تقولوا جيش إسرائيل الذي لا يقهر، جيش إسرائيل، دراع إسرائيل الطويلة، طيران إسرائيل اللي مفيش أخوه، فضحتونا. دي حاجة تجنن، حتى خط بارليف ما ياخدش في إيدهم 24 ساعة. ما هو من خبتكم سيرينا. مش كده، اللي يسمعك تقولي كده يقول شمتنا فينا. يا عم دول حتى ما يستاهلوش الواحدة تشمت فيهم. لا يا سيرينا كفاية لحد كده. جيش الدفاع أدى واجبه على أكمل وجه، بس هم اللي خدونا غدر. وإحنا خدناهم في 67 إيه؟ شطارة؟ إذا استمريت تهيني أبطال إسرائيل بالشكل ده أنا حضطر أنسحب. إيه؟ أنت زعلت بصحيح يا ديفيد؟ طبعا، مش كفاية الحزن اللي إحنا فيه؟ جاي حضرتك كمان تتريقي؟ طب اتلهي، خد الكاس ده واتلهي. هاتي في صحتك. في صحة جيش الدفاع الإسرائيلي. ما تدوني كاس معاكم ولا ماليش نفس. طب أنا بصالحه بكاس. أنت دخلك إيه؟ صحيح يا يوسف، أنت لا زعلت من كلامها ولا من تريقتها، يبقى ما تستحقش الكاس. أصلك ما تعرفش سيرينا زيي، دي عشرة 35 سنة بسمع منها ألعم من كده لحد ما تعودت. طب خلاص اديله كاس يا سيرينا. خد يا سيدي اشرب في صحة الخيبة القوية. تعرف يا يوسف اللي انا بستغرب له ايه؟ ها؟ ازاي خط بارليف يقع في 24 ساعة؟ ما هو ده اللي يجنن يا ديفيد. التحصينات اللي شفتها بعيني وخراطيم النبال من اللي هتولع في القناة وتحرق اي حد يعدي، كل ده كان فين ساعتها؟ الخراطيم قطعوها بالليل، المهندسين لما جم يصلحوها الصبح ملحقوش يصلحوا واحد، حتى اللي خرطوم واحد مولع. بعد المهندسين ما صلحوا اللي قدروا عليه وجم يشغلوه وقت الهجوم، اتضح ان المصريين سدين الفتحات اللي على المية بالاسمنت. دي كارثة. وعرفوا اماكن الفتحات كلها؟ هي اماكن الفتحات وبس يا ديفيد، ده العساكر والضباط اللي اشتركوا في المعركة بيحكوا العجايب. العسكري المصري كان بيدخل النقطة المحصنة كأنه داخل بيته، عارف كل شيء فيها، حتى زرار النور عارف مكانه فين. لا 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 لا، ده شيء خطير فعلا. ازاي يا ترى عرفوا الحاجات دي؟ مؤكد في شبكة جواسيس لهم بين العمال اللي بنوا الخط. ده بقى مؤكد. وما يصحش تسكتوا، لازم تكشفوا الجواسيس دول وتعدموهم. ضروري ضروري لازم هنكشفهم ونعدمهم. على رأي خالتي ام اسماعيل بعد العيد ما ينفتلش كحك. وانت بقى ليكي خلاص ما ام اسماعيل اتبيكي بتحب المصريين.
ايه يا حسن بيه؟ استدعيتوني ليه لروما؟ في تطورات؟ تطورات مهمة رأفت، ولا تحب اقولك يا ديفيد؟ ما يهمش اي اسم دلوقتي، المهم ايه التطورات المستعجلة اللي خلتكم تجيبوني على ملا وشي؟ اولا ابلغك شكر الرئاسة. لا شكر على واجب يا سيدي. وثانيا؟ ثانيا ابلغك يا سيدي موافقتها على مشروع جوازك. صحيح يا حسن. ايوه رب، تقدر يا سيدي تصفي اعمالك في اسرائيل وتنقلها لألمانيا وتتجوز زي ما طلبت. والشبكة هيستلمها واحد تاني. وهيعرف يشغلها زي؟ هيعرف قوي، ده كان معاك ليل ونهار في اسرائيل من غير ما تاخد بالك. مش معقول. خلاص بلاش، مش عاوز تصدق، انت حر. طب مين هو ده؟ سؤال برضو يا رأفت. نفسي اعرف يا حسن بيه. هو طلب نفس طلبك وقلنا له لا. اذا كنت تحب نقول له انت مين، مستعدين نقول لك هو مين. ها موافق؟ لا 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 لا، على ايه؟ خلي الطبق مستور او كده يا رب. كارثه، مصيبه، مصيبه ما كانتش على بال. هو انت حواليك غير المصايب؟ قول يا وش الغراب. اتريقي ولما تعرفي هتعيطي اكتر مني. على ما تقول بقى، لازم تعلقنا يعني زي المسلسلات البوليسيه؟ فلوسنا مالها؟ ضاعت علينا. ايه ازاي؟ المشروعات اللي صرفنا دم قلبنا عليها في سينا. ايوه اصلك دفعت فيها حاجه. ما تقطعوش يا سيرينا، اتكلم يا يوسف، مالها مشروعاتنا؟ هياخدوها المصريين على جثتي غصب عنك. ايه اللي حصل بس؟ هنسلم سينا للمصريين، هنسلمها خلاص، اتفقنا معاهم والاتفاق اتمضى من 4 ساعات. يعني اللي حسبته لقيته، كل اللي بنيته رجع لمصر. لكن احنا مش هنسلمها لهم مباني، لازم هنهدها ونحرتها هي والطرق اللي رصفناها. انما فلوسنا راحت علينا، كل اللي دفعناه طار، راح هدر. فيه مصيبة اكبر من كده؟ اتفضل يا حسن بيه. ايه ده رأفت؟ نص ورقة بخمسة مارك؟ هعمل بيها ايه؟ النص ده تسلمه حضرتك في مصر يتحفظ في الملف بتاعي، والنص التاني انا حديه لمراتي، وانا كاتب زي ما حضرتك شايف على نصين جواب ليها. اقرا سعادتك. ده بالالماني؟ طبعا، ما هي المانية وهي اللي هتقراه. هات ترجمه لحضرتك. عزيزتي هيلين، هؤلاء الناس اهلي، ضعي ثقتك فيهم. اللي هم احنا يعني؟ ايوه، لو جرالي حاجة تبعتوا حد بالنص ده يسلمه لحضرتك، هي هتفهم وهتتصرف. اصل الواحد ما يضمنش الزمن يا حسن بيه، والاحتياط واجب برضه. انا هتجوز وهخلف ولاد، ولما اموت. لا، بعد عمر طويل يا رأفت. مهما طال العمر يا حسن بيه لابد من الموت. ساعتها عاوز ولادي يعرفوا انهم مصريين وانهم مسلمين، وثروتي كلها عاوزها ترجع لمصر. طيب وهيلين هتفهم الكلام ده؟ هفهمه لها في اللحظه المناسبه وبالطريقه المناسبه. طيب يا رأفت، ولا تحب اقول لك يا ديفيد، ما دام نويت تعيش مع هيلين بالاسم ده؟ مهما عشت يا حسن بيه باسم ديفيد، هفضل برضه رأفت. رأفت علي سليمان الهجان. قدمنا لكم كنت جاسوسا في اسرائيل، رأفت الهجان. بطولة فاروق الفيشاوي، آثار الحكيم، ولأول مرة الإذاعية سناء منصور، وحشد من كبار النجوم. أعدها للإذاعة عبد الرحمن فهمي عن رواية صالح مرسي. رأفت الهجان. رأفت الهجان، إخراج محمود يوسف. إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.